طيب يا شباب، أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن الفصل الثاني بقى، اللي هو عنوانه Thermal Physics. Thermal Physics أو فيزياء الحرارة. لو بدأنا نكبر كده الصورة، ده الفصل الثاني عندنا، نكبر أكتر كمان ونشوف الشريحة الثانية. هنتكلم فيه عن كذا عنوان. أول حاجة هنبدأ بيه Temperature and the Zero Law of Thermodynamics، أو درجة الحرارة والقانون الصفري للديناميكا الحرارية. دي أول حاجة. تعالوا نطلع الليزر بوينتر عشان نشوف. أو إحنا كده شايفين. أوكي، مفيش داعي، خلاص آسف. أوكي، تاني حاجة هنتكلم عنها تمبشر سكيلز، تدريجات الحرارة من سلسيوس اللي هي الديجري سنتيجريد، والفهرنهايت، والكلفن سكيلز، والعلاقة بينهم، وأساس كل واحد جه منين. تالت حاجة هنتكلم عن ثيرمال اكسبانجن، التمدد الحراري سواء للمواد الصلبه او يعني للسوليد او للليكويد. ثيرمال اكسبانشن. هنرجع بعد شويه نتكلم عن سبيسيفيك هيت، اسف، هنتكلم رقم اربعه عن هيت اند ميكانيكال وورك، يعني الحراره الهيت والميكانيكال وورك. هنربط الاثنين ببعض ونشوف العلاقه ما بين الهيت وبين الميكانيكال وورك. اللي انتوا عارفين ان الهيت هي نوع من الانرجي، فهنربط الاثنين ببعض هنا. بعد كده رقم خمسة هنتكلم عن حاجة اسمها specific heats، الحرارة النوعية، ازاي المادة بتخزن الحرارة جواها، وايه السر ان مادة تقدر تخزن اكتر من التانية. ده الـ specific heats، الحرارة النوعية. بعد كده هنتكلم عن الترانسفير فيد بقى، ازاي الحرارة بتتنقل من object للتاني، او بتتنقل من system لسيستم تاني. الهيت بتتنقل او ترانسفيرد عن طريق ثلاث طرق هناخدهم: كوندكشن، كونفكشن، اند راديشن. اخر حاجه هنتكلم عنها فيرست لو اوف ثيرموداينامكس، القانون الاول للديناميكا الحراريه. هناخد القانون الاول وبعد كده الهيومن ميتابوليزم، يعني علاقه القانون الاول بالهيومن ميتابوليزم، عشان ناخد في الاخر جزء ايه، جزء يتعلق بالانسان وبالبيولوجي اللي هو التخصص بتاعكم. دايما نبدا بالفيزيكس اللي هم دول كلهم، وبعدين نختم ازاي نطبق الفيزيكس هنا على ايه، على الانسان. الحقيقه احنا في النص برضو هناخد حاجات برضو تطبيق على جسم الايه، على جسم الانسان. طيب تعالوا كده نبدا في اول حاجه، temperature and heat. temperature and heat يعني ايه heat، يعني ايه heat. الحقيقه ان اي جسم زي الجسم ايه ده كده مثلا، افترض ده هوت اوبجكت، وادي تاني جسم تاني رقم نمبر بي، ده كولد اوبجكت. الجسم، اي جسم منهم بيحتوي amount of energy بنسميها الطاقه الداخليه، internal energy، نسميها internal ايه، internal energy، او الطاقه الايه، الطاقه الداخليه. طيب الجسم من دول، لو معنى الجسم الهوت بيبقى عنده internal energy اعلى من الجسم الكولد، فلما بييجوا ان كونتاكت مع بعض بيحصل transfer of energy. الانرجي لما بتتنقل مع السهم زي ما عشان في كده بنسميها heat، بنسميها هيت. كأن الهيت هي ايه؟ هي الانرجي that is transferred between objects because of a temperature difference، بسبب وجود فرق في درجة الايه؟ في درجة الحرارة. طيب بتفضل الانرجي تتنقل، بعد شوية بيتوقف الانتقال، اللي هي الهيت زي ما قلنا. بعد شوية يتوقف الايه؟ الانتقال. ليه يتوقف؟ لأن حصل لهم حاجة اسمها thermal equilibrium، اللي هي هنا thermal ثيرمال ايكوليبريم، يعني اتزان ايه؟ اتزان حراري. فاصبحت دلوقتي الاماونت اوف انرجي اللي هنا قد الاماونت اوف انرجي هنا، فمعنى كده ان مفيش داعي لانتقال الايه؟ لانتقال الحراره، ويتوقف الترانسفير اوف هيت، ترانسفير اوف هيت. فكل واحد فيهم جواه شويه ايه؟ جواه انرجي غير الاخر. تعالوا كده ناخد التاسك بار ونقعد نكتب شويه ونشخبط مع بعض على البورد ديت، مايكروسوفت وايت بورد. يبقى انت كانك لو انت عندك مثلا ادي اي اوبجكت، نفترض ده هوت اوبجكت مثلا، وبعدين انا جبت جنبه جسم اخر كولد اوبجكت، هنسمي ده اوبجكت مثلا بي، ونسمي ده اوبجكت اي. طبعا كل واحد فيهم في amount of energy، internal energy اكتر من الثاني او اقل من الثاني، كل ده في internal energy معينه، internal energy يعني طاقه داخليه، تعالوا نسميها يو، يو بتاعت الجسم ايه، وده برضو فيه طاقة داخلية هنسميها يو بتاعت الجسم مين، الجسم بي. الطاقة الداخلية دي عبارة عن دي. طبعا انتوا عارفين ان الجسم الهوت عنده طاقة داخلية اعلى. ايه الطاقة الداخلية؟ اللي هي عبارة عن الكينيتيك انرجي بتاعت المولكيولز بتاعت
الجسم ده، الجسم ده عنده كينتيك انرجي، الموليكولز بتاعته عاليه جدا، ادي معنى ان عنده طاقه داخليه اعلى او عنده تمبتشر اعلى، درجه حراره. الجسم ده الموليكولز بتاعته الطاقه الداخليه بتاعتها اضعف، نرسم لها سهم صغير كده كان الطاقه الداخليه بتاعتها مالها ضعيفه، لو كنا هنا كانت الطاقه الداخليه بتبقى ايه، بتبقى كبيره جدا. طيب احنا قلنا ان بيحصل ترانسفير اوف هيت، الحراره بتحصل لها ايه، بتتنقل من اوبجكت للتاني. الهيت هي الانرجي لما يحصل لها ترانسفير زي ما قلنا. طيب يبقى في هنا في انرجي وهنا في انرجي مش كده، لكن اللي بيحصل الترانسفير اوف وات اوف هيت، هو الهيت بتحصل ازاي، الانتقال ده بيحصل ازاي في الحقيقه؟ يعني بيحصل عن طريق الكوليجن اوف مولكيولز اللي عند الانترفيس ده، بنسميه الانترفيس اللي هو السطح الفاصل ما بين الاثنين ده. المولكيول اللي هنا جاي بيجري كده، والمولكيول اللي هنا جاي اسف التمشر بتاعته ايه، اقل. انا هحاول اوقف شويه لغايه لما ارد على اوقف التسجيل، انا اسف لغايه لما نرد. طيب يا شباب نرجع تاني، احنا قلنا بيحصل زي ما قلنا من شويه، بيحصل ترانسفير اوف هيت من الاوبجكت اللي عنده درجه حراره اعلى، هنا التمبتشر عاليه جدا، هنا التمبتشر طبعا يعني ايه اقل شويه. بيستمر ترانسفير اوف هيت لغايه لما يبقى متوسط الكينيتيك انرجي بتاعت المولكيولز هنا قد متوسط الكينيتيك انرجي بتاعت المولكيول الناحيه الثانيه. فبالتالي بنقول ان حصل حاجه اسمها ثيرمال ايكوليبريم، وفي الحاله ديت في النهايه خالص في الثيرمال ايكوليبريم بيبقى T1 is equal to A is equal to T2، ده في حالة الثيرمال إيكوليبريم. طيب نرجع نسمي دي T1 ونسمي دي إيه؟ T2. يبقى هنا حصل حاجة اسمها ثيرمال إيه؟ ثيرمال إيكوليبريم، يعني اتزان، اتزان إيه؟ اتزان حرارية، ده الحتة اللي فاتت ديت. الجزء اللي عايزين نتكلم فيه بقى دلوقتي هو إيه؟ هو إيه العوامل اللي بيعتمد عليها لترانسفير أوف هيت؟ إيه العوامل اللي بيعتمد عليها لترانسفير أوف هيت؟ أكيد الجسم الأولاني ده له ماس مش كده؟ نسميها ام اي ام 1، واكيد الجسم الثاني له ماس ثانيه نسميها ايه ام 2. وبعدين الجسم الاول ده من نوع معين، يعني تايب اوف ماتيريال، ممكن يكون حديد، ممكن يكون نحاس، ممكن يكون وات ايفر، وده من نوع ثاني تايب 2 وده تايب 1. خلي بالكم من حاجه مهمه جدا، ان التجربه اثبتت ان الترانسفير اوف هيت لا يعتمد على الماس نهائيا، ولا يعتمد على نوع الماده، ولا يعتمد على شكلها. الترانسفير اوف هيت بيتحدد بس عن طريق درجة الايه؟ عن طريق درجة الحرارة. عن طريق درجة الحرارة. يعني زي ايه مثلا؟ لو احنا خدنا كمان مثال تاني غير المعدنين دول. تعالى ناخد مثلا بيكر فيه مية فيه ووتر، وانا جبت بيس اوف ميتال، اي بيس اوف ميتال، وحطيتها فين؟ وحطيتها في المية. البيس اوف ميتال دي ليها تمشر تي 1، والمية هي كمان ليها تمشر تي 2، دي عبارة عن ووتر. الحقيقة ان الترانسفير اوف هيت لا يعتمد على التايب اوف ميتال، لا يعتمد على التايب اوف ميتال نهائيا، ما يقول لك مثلا النحاس ولا الحديد. الترانسفير اوف ميت فيد بيعتمد فقط على درجه الايه، الحراره. لو تي 1 اكبر يبقى الهيت هتنتقل من البيس اوف ميتال للووتر، لو تي 2 هي الاكبر يبقى الهيت هتنتقل بالعكس من هنا لهنا، من الووتر للبيس اوف ميتال. اما نوع الماده فلا يؤثر، اما شكل الماده شيب اوف ذا ميتال برضه لا يؤثر. كمان الدنسيتي اوف ميتال، الدنسيتي اوف ميتال برضه ما تاثرش خالص. كل الفاكتور الوحيد هو فقط مين؟ هو التمبشر اللي هي فرق درجات الايه؟ درجات الحراره. الاماونت اوف ووتر ما تاثرش، لو انت حطيت حته حديده سخنه في كوبايه ميه صغيره هتنقل الحراره للميه، لو حطيتها في حمام سباحه ما تقوليش عشان الميه كتير يحصل العكس، لا برضه الميتال هو اللي هينقل. لو حطيت الميتال في محيط كامل برضو الميتال هو اللي هينقل الهيت للمحيط، لان التمشر بتاعته اعلى من التمشر بتاعت مين؟ بتاعت الماي. دي نقطة مهمة جدا، هتبقى هي المدخل بتاعنا لحاجة اسمها فيرست لو اوف ثيرموداينامكس. تعالوا بقى هنا كده نتكلم عن الشريحة اللي بعدها، يعني ده الكلام اللي احنا قلناه من شوية. العلم اللي بيدرس يا شباب، العلم اللي بيدرس، تعالوا نطلع الليزر بوينتر بقى، الليزر او مش لازم ليزر برينتر، اوكي خلينا بالقلم. العلم اللي بيدرس الترانسفير اوف هيت بنسميه ثيرمو داينامكس، بنسميه ثيرمو داينامكس، حتى الكلمه مكونه من اثنين، كلمه ثيرمو وكلمه داينامكس. ثيرمو يعني حراري، داينامكس يعني حاجه فيها موشن، فمعناها انتقال الايه؟ الحراره. ذا اريا اوف فيزكس انفولفينج ذا ستادي اوف ترانسفير اوف هيت. هذا العلم، علم الثيرمو داينامكس، هو مهم جدا، هو اللي عملنا منه الانجنز اللي هي المحركات والمواتير، عملنا منه الريفرجريتورز اللي هي الثلاجات وكل الكولينج ماشينز،
وعلم قامت عليه الحضارة الحديثة يعتبر. هذا العلم اللي هو الثيرموداينامكس بيعتمد على 3 قوانين، آسف هما 4 قوانين بالظبط. First law of thermodynamics، second law of thermodynamics، و third law of thermodynamics. بس في قانون تاني أساسي قوي اكتشفوه بعد ما اكتشفوا القوانين الثلاثة، فمش عارفين يدوا له اسم، هو ما ينفعش يكون الرابع لأن هو أساسي fundamental، فسموه zeroth law of thermodynamics، القانون الصفري للديناميكا الحرارية أو zeroth law of thermodynamics. القانون ده بيقول إيه؟ بيقول بيعتمد على الكلام اللي احنا قلناه من شويه. هو بيقول لو انا عندي اوبجكت A زي ده كده واوبجكت B، وانا قربت الاوبجكت B من الاوبجكت A، اي انواع من الاوبجكت، واكتشفت لما قربتهم من بعض ان هما في حاله ثيرمال ايكوليبريم هما الاثنين. طيب دي اول حاجه. بعد كده شلت الاوبجكت B فصلته وقربته، جبته هنا كده الاوبجكت B اهو، قربته من اوبجكت ثالث اسمه C، مختلف عن الاثنين الاولانيين، مختلف في الماس ومختلف في الدنسيتي ومختلف في الفوليوم ومختلف في الشكل ومختلف في التايب اوف ماتيريال، مختلف تماما. جبت الاوبجكت بي جنب مين؟ جنب الاوبجكت سي، واكتشفت كمان ان هما الاثنين برضو في حاله ثيرمال ايه، في حاله ثيرمال ايكوليبريم. لو ده حصل يبقى تاكد بنسبه 100% ان الاوبجكت ايه والاوبجكت سي هما كمان هيبقوا في حاله ثيرمال ايه، ثيرمال ايكوليبريم. زي ما قلنا من شويه ان الثيرمال ايكوليبريم يعتمد فقط على مين، على التمبرتشر اوف ذا اوبجكت، ما يعتمدش على الماتيريالز. هو ده الزيرو سلو اوف وات اوف ثيرموداينامكس. هذا القانون الصفري للديناميكا الحراريه استفدنا منه بعد كده ان احنا نعمل الترمومتر. الاوبجكت بي ده بعد كده بالنسبه لنا هيمثل الثرمومتر. هيمثل مين؟ الثرموميترز. انت بتجيب الثرمومتر مع الاوبجكت A، وبعدين بتجيبه مع الاوبجكت C، بتحط مثلا الترمومتر في سائل معين A، ايثايل الكحول، بعد كده بتحطه في سائل تاني لتاكل ووتر مثلا زي السائل C. يبقى معنى كده ان لو الاثنين ادوا ثيرمال اكوليبريم عند نفس درجه الحراره، يبقى معنى كده ان الاي ات ثيرمال اكوليبريم وز مين؟ وز سي. هو يبان بسيط ويبان بديهي، بس هو فائدته الاساسيه ان انتقال الهيت يعتمد فقط على درجه الحراره وليس anything else. طيب تعالوا للشريحه اللي بعدها بقى. هناخد بقى حاجه هنا اسمها تمشر سكيلز، درجات الايه، تدريجات الحراره. في عندنا 3، في سلسيوس او ديجري سنتيجريد، وفي فهرنهايت، وفي الكلفن. بس احنا هناخد الاول، نبدا بالسلسيوس الاول، وتعالوا نتكلم على السلسيوس دوت على جنب كده ونشوفهم هما الثلاثه مره واحده هنا. وريني ده وارجع لي هنا فوق، سيبك بقى من ده خالص. الهيت بتتقاس بحاجه اسمها تنشر، او تنشر هو اللي ميشر للهيت. تنشر اللي هي درجة الايه؟ درجة الحرارة، دي عبارة عن ميجر، يعني مقياس بقيس بيه حاجة اسمها الهيت، الحرارة أو الإنرجي، الإنترنال إنرجي بتاع، آسف، الإنترنال إنرجي بتاعت مين؟ بتاعت الايه؟ الأوبجكت. التمبشر ليها كذا سكيل، أول حاجة سيلسيوس سكيل اللي هو ده، سيلسيوس سكيل نسبة للعالم يعني. والله هو جاب الووتر، الفريزنج تمبرشر اوف ووتر، درجة تجمد المية لما تبقى ايس، يعني تبقى ايس، وقال انا دي هسميها صفر وهسميها ديجري سنتيجريد. وجاب البويلنج تمبرشر اوف ووتر، درجة غليان المية، درجة غليان المية، البويلنج تمبرشر اوف ووتر لما تكون ستيم يعني، وهسميها 100، وهسميها ايه 100، وهسميها ديجري سنتيجريد او ديجري سلسيوس، الاثنين واحد. ده هو بدايته وده هو نهايته. وقال انا ما بينهما بقى هقسمه 100 قسم متساوي، 100 قسم متساوي. يبقى هيبدا من بعد الزيرو ب1، 2 سلسيوس، 3 سلسيوس، لغايه لما نوصل لكام؟ ل 100 سلسيوس. ده هو السلسيوس سكيل او الديجري سنتيجريد سكيل. تمام. بيعتمد على مين؟ على الفريزنج تمشر اوف ووتر، وعلى البويلنج تمشر اوف ووتر. جه عالم تاني اسمه فهرنهايت، اسمه ايه؟ فهرنهايت سكيل. فهرن هايت عمل تدريج تاني كان قديم برضو قوي، قال انا هاجي على درجة نفس الكلام اللي عمله عمنا سيلسيوس، قال انا هاجي على درجة الفريزنج ووتر فوتر، الفريزنج تمبشر فوتر ديت، وهسميها 32 ديجري فهرنهايت، هديها رقم 32. والحقيقة لغاية دلوقتي هو ليه قال على 32؟ السبب مش معروف، لان ده تاريخ قديم شوية، يمكن تكون دي اقل درجه حراره
قدر يوصل لها أقل حاجة 32 فهرنهايت، وهسمي دي البويلنج برضو تمشر نفس الدرجة، هسميها 212، هقول عليها 212 فهرنهايت. 212 إيه؟ فهرنهايت. وده التدريج اللي ماشي في الولايات المتحدة الأمريكية. السلسيوس اللي هو ده التدريج اللي ماشي في العالم كله، لكن هنا ماشي في الولايات المتحدة الأمريكية. وراح كمان قال أنا هقسم دول كام درجة يا شباب؟ هقسمهم زي ما هو واضح، ما هو من 212 ل 32، لو طرحت ده من ده يدي لك 180، فقال أنا هقسمهم 180 درجة فهرنهايت. هقسمهم 180 إيه ده؟ يعني بعد ال 32 33، لغاية لما توصل هتلاقي نفسك بدأت 212، هتلاقي نفسك عديت 180 درجة. 180 إيه؟ درجة. ده الفهرنهايت سكيل. واضح إن خلي بالك إن المسافة دي، المسافة دي هي نفسها المسافة دي. هي بس ده قسمها كام درجة؟ قسمها 100 درجة، وده قسمها كام؟ 180 درجة. يبقى لازم السايز اوف ذا ديجري هنا هيبقى أقل شوية من السايز اوف ذا ديجري هنا. أنت فتتها 180 ففوتها، لكن هنا 100 بس. يبقى السايز هنا بتاع الدرجة الفهرنهايت أقل من السايز بتاع الدرجة مين؟ بتاع الدرجة السلسيوس، يعني ده هتلاقيه ضيق شوية كده نارو تقريبا. طيب خلاص كده عرفنا الاثنين دول، تعال بقى نجيب العلاقة بين الاثنين. نجيب العلاقة ما بين ايه؟ ما بين الاثنين. احنا عملنا ايه؟ سيبك من دي، اوكي. تعال نجيب العلاقة ما بين الاثنين. احنا هنفترض عشان نجيب العلاقة، تعال نجيبها مع بعض في استنتاج بسيط وصغير جدا. هنقول مثلا ان التي فهرنهايت ايكوال سام كونستانت هنسميه ايه في التي سلسيوس بلس انذر كونستانت هنسميه بي، بحيث ان الاي ده هو ثابت والبي ثابت لسه ما نعرفوش، عايزين نحدده. هنحدده ازاي؟ احنا عارفين معلومتين اتنين بس، ان لما التي سلسيوس ايكوال زيرو ساعتها الدرجه بالفهرنهايت بتساوي كام؟ بتساوي 32. طب ما تعالى نسبستيتيوت هنا، نحط التي اف ب 32 ونحط التي سي بكام؟ ب 0، مش كده؟ يبقى 32 ايكوال الاي تايمز 0 اكيد ب 0 بلس بي. ده معناها ان الثابت بي ده ايكوال كام؟ ايكوال 32. ادينا جبنا اول كونست. خلاص خلاص يبقى تعالى يبقى كان التي اف ايكوال، نكتب المعادله دي تاني، نكتبها تاني يعني، ايكوال سام كونستانت تايمز تي سي بلس 32. طيب تمام، انا عارف عنها معلومه تانيه، ايه هي؟ ان لما التي سلسيوس ايكوال 100 ساعتها التي فهرنهايت ايكوال كام؟ قلنا 200 وكام؟ 212. تعال نعوض بالاثنين دول بقى بس في الايكويشن دي، يعني نحط المعلومتين دول في الايكويشن دي. يبقى نشيل تي فهرنهايت ونحط كام؟ 212 ايكوال الكونستانت اللي احنا لسه ما عرفناهوش تي سي بلس الكونستانت اللي احنا عرفناه خلاص 32. هات لي بقى ال 32 دي هنا، هتبقى كام يا شباب؟ هتبقى 180، مش كده؟ لما تطرح ده من ده يبقى 180 ايكوال، انا اسف، ما احنا التي سي هنا هنشيلها ونحط كام بقى؟ استنى نمسحها، انا نسيت، نشيلها ونحط كام؟ مش مهم نمسحها، خليها، هنشيلها ونحط ال A تايمز 100 بقى، تايمز 100، ما هو ده التي سي كانت 100، ماشي. معنى كده ان ال A ايكوال كام؟ اقسم بقى ده على ده، تبقى 180 على كام؟ على 100. هنختصر، بنحب نختصرهم، يبقى هنختصرهم يعني، يبقى 18 على 10، نختصرها تاني تبقى 9 على 5. يبقى الثابت A ايكوال كام؟ 9 على A على 5. يبقى انا عندي الثابت B اهو، وعند الثابت ايه اهو، واحطهم بقى تاني فين هنا. يبقى كان التي اف، يلا نكتبها تاني بلون تاني، يبقى كان التي فهرنهايت ايكوال الكونستانت ايه بكام؟ 9 على 5 تي سي بلس كام؟ بلس 32، بلس 32. ده هو القانون بتاع التحويل من الفهرنهايت سكيل لمين؟ للسلسيوس سكيل. سلسيوس سكيل. تعالوا نكتبها هنا تاني، معلش سيبك من النقلة ديت تاني. تي فهرنهايت، تي فهرنهايت ايكوال 9 اوفر 5 تي سي بلس 32. لو عندك التي سي مثلا ب 100 تحطها هنا وتجيب مكانها مين؟ التي اف. او العكس بقى، لو عايز التي سي يبقى تنقل ال 32 الناحية التانية، يبقى كانها تي اف ماينس 32، وكل ده بدل ما هي 9 على 5 تنقل الناحية التانية تبقى 5 على ايه؟ 5 على 9. دول قانونين للتحويل من سلسيوس لفهرنهايت. تعالوا نرجع للباوربوينت سلايدز تاني نشوف كده هل احنا نسينا حاجه ولا نظام. سيبك من ده دلوقتي، اوكي. ادي الفهرنهايت تي سي
خمسة على تسعة تي اف ماينس 32، أو ده هو العكس، دول القانونين بتوعنا. دي بروبلم بقى، بيقول لي تعالى نحول، يا ترى لما تكون الحرارة اللي هي دي 75 فهرنهايت تبقى كام بالسلسيوس؟ خلي بالك إن درجة حرارة المية الأيس 32 فهرنهايت، يعني درجة حرارة جسم سيادتك بالفهرنهايت حوالي 96 أو 98 تقريبا درجة جسمك. فطبعا إحنا ما نقدرش نتعامل بالفهرنهايت ولا نعيش بيه ولا نفهمه، هيبقى صعب علينا. لكن بس التحويل، لو ال 75 فهرنهايت تبقى كام على السلسيوس سكيل؟ فطبعا الحل هيبقى سهل قوي، هنحط التي اف ب 75 في القانون بتاعنا. القانون بتاعنا اهو تي سي 5 على 9 تي اف ماينس 32، هنحط بس التي اف هنا ب 75 تلاقينا 24 سلسيوس، يعني درجة حرارة اليوم الجميل اللي 24 درجة بيبقى مناخ حلو قوي وجو حلو ربيعي جميل، لو بالفهرنهايت تبقى كام؟ 75. يعني لو واحد والدك اتصل بيك وقال لك الحرارة كام النهاردة، شوفها لي كده، شوف لي الحرارة كام النهاردة، قلت له النهاردة 75، هيصوت 75. بس طبعا قبل ما تلحق تقول له انها بدرجة ايه؟ بدرجة فهرنهايت. طيب لو كانت الحرارة ماينس 2 سلسيوس يبقى كام بالفهرنهايت؟ ده الجزء الثاني. المرة دي بقى مدي لك انها بالسلسيوس، تي سي بالسلسيوس، ممكن استخدم القانون يبقى بالشكل الثاني بتاعه تي اف، واشيل التي سي دي واحط مكانها كام؟ ماينس 2، تطلع لي 28 درجة ايه؟ فهرنهايت، دي درجة الحرارة. طيب ده كده مش مهم دوت، دي مسألة حاولوا تحلوها. طيب قبل ما نتكلم عن كلفن سكيل، الحقيقة قبل ما كلفن يحط السكيل بتاعه، كان في حاجة اكتشفوها اللي هي الصفر المطلق أو الأبسولوت زيرو. زي ما انتم شايفين كده عندنا حاجة اسمها أبسولوت إيه؟ أبسولوت زيرو. إيه هو الأبسولوت زيرو يا شباب؟ هما عملوا تجربة بالشكل اللي انتم شايفينه ده، جاب جاز، ده فلاسك من الزجاج مثلا مليانة غاز، وبعدين هنا خرطوم كده بيوصل بفلاسك تانية، بس الفلاسك التانية دي عاملة حرف اليو، تيوب بحرف اليو كده، ودي مليانة ايه بقى؟ مليانة ليكويد اللي هو الميركوري. الصورة هنا أوضح، هنا جاز له سيرتن بريشر، ضغط معين، وبعدين ده كل الأصفر ده عبارة عن جاز، كل اللون الأحمر ده عبارة عن جاز، وبعدين هنا الميركوري، وهنا فليكسبل هوز يعني خرطوم كده مرن، والميركوري مالي الجزء لغاية هنا كده. حلو قوي. التجربة دي اسمها كونستانت فوليوم جاز ثرمومتر، كونستانت فوليوم جاز ثرمومتر، كونستانت فوليوم جاز يعني غاز له حجم ثابت، له حجم ايه؟ ثابت، اللي هو الغاز اللي مليان الجزء ده كده. طيب هل تقدر تعرف لي الضغط هنا كام؟ النقطة دي اللي انا بشاور عليها هنقول عليها نقطة الصفر، نقطة الايه؟ الصفر بتاعتنا، صفر المسطرة هيبقى هنا. في قاعدة بتقول يا شباب، بتقول الآتي: لو أنت خدت أي خط أفقي كده، في أفقي في غاز، يبقى البريشر هنا في، آسف، في ليكويد يبقى البريشر هنا قد البريشر هنا بالظبط، بس بشرط إن الخط ده يعدي في الليكويد من الناحيتين، أو خط مثلا زي ده كده، يبقى البريشر هنا زي البريشر هنا. أنا هعمل إيه بقى؟ هستفيد أو هستغل النقطة اللي هي اللي فين؟ اللي على ال، هستغل النقطة اللي على الانترفيس اللي هي ديت كده هنا، واخد خط كده، واخد خط كده، واقول ان الضغط هنا، البريشر هنا هيبقى بالظبط قد البريشر هنا. طب البريشر هنا انا عارفه ايكوال، ده عمود من الفلويد، الهايت بتاعه اتش، الهايت بتاعه اتش، وهو هنا اتموسفيريك بريشر بي نوت، يبقى الضغط عباره عن بي نوت بلس رو جي اتش. الاتش الرو دي بتاعت الميركوري، لان ده اتش جي يعني زئبق. طيب والضغط هنا اكيد هو ايكوال برضو مين؟ ايكوال بي نود بلس مين رو جي اتش، لان انا هنا عند يعتبر في السائل برضو. بس البريشر اللي هنا جاي منين يا شباب؟ جاي من الجاز، يعني البريشر ده نسمي ده بي 1 ونسمي ده بي 2، هما الاثنين قد بعض، بس بي 1 ده سببه هو الغاز، يبقى انا كده اقدر اعرف ضغط الغاز ولا ما اقدرش؟ اقدر اعرف ضغط الغاز. والبريشر هنا سببه مين؟ سببه كولمن اوف ميركوري، عمود الزئبق اللي قدامي ده. يبقى انا كده عرفت ضغط الغاز قد ايه؟ عن طريق الاتش، عن طريق مين؟ الاتش. طيب ايه الهدف من الموضوع؟ هنعمل ايه يا شباب؟ هنبتدي
ان احنا نبرد او نغير درجة حرارة الغاز. لو انا حطيته في تلج زي ما انتم شايفين كده، لو انا حطيته في تلج زي ما انتم شايفين، ايه اللي يحصل لدرجة الحرارة؟ هتنزل، هتقل. طب ولما تقل درجة الحرارة ايه اللي يحصل للفوليوم؟ خلي بالك ان انا قبل ما احطه في التلج ولا حاجة، انا دلوقتي عندي البي ده عرفته خلاص، نحط هنا الهايت اتش، ونحط هنا البي الضغط بتاع الغاز، بتاع الايه؟ بتاع الغاز، ونحط هنا الفوليوم برضو بتاع مين؟ برضو بتاع الغاز. انت دلوقتي تقريبا عندك نقطة الاتش مثلا عرفته قيمته كام؟ قيمته كذا. والضغط عرفته ازاي بتاع الغاز؟ رو جي اتش، بي نوت بلس رو اتش. والفوليوم بتاع الغاز ثابت كونستنت. اللي انا هعمله دلوقتي ان انا هبرد الغاز. هبرد الايه؟ الغاز. لما برده احطه في ثلج مثلا بالشكل ده، ايه اللي يحصل للحجم والضغط؟ هيقلوا هما الاثنين. هتلاقي الغاز ده هيقل بالشكل ده، وحجمه هيقل وضغطه هيقل. تلاقي ممكن الميركوري يرتفع لغايه هنا مثلا، لغايه هنا، والميركوري اللي هنا هينزل تاني بالشكل دي، لان الضغط قل، بريشر والفوليوم قل. طب انا عايز ارجع نفس الفوليوم تاني، يعني عايز ارجع سطح الميركوري بدل ما كان طلع لغايه النقطه دي، عايز انزله تاني للنقطه بتاعتنا اللي هي وصلها الصفر بتاع المسطره اللي هو ده. اعمل ايه؟ احرك الانبوبه دي لفوق شويه، وانا عندي هنا خرطوم مرن فليكسيبل هوز، احرك الخرطوم الانبوبه دي ارفعها فوق شويه، هلاقي ان السطح ده بينزل معايا، بينزل لغايه لما ارجعه تاني لنقطه مين؟ لنقطه الصفر، لنقطه الايه؟ الصفر. طيب يبقى الفوليوم حصل له ايه؟ الفوليوم رجع تاني لنفس الفوليوم كونستانت زي ما هو. طب استنى عليا، احنا عايزين نملى دي ونملى دي. هل الهاي ده اتغير ولا ما اتغيرش دلوقتي؟ لازم يتغير. ليه؟ لان البريشر قل. احنا قلنا لما نبرده الضغط بيحصل له ايه؟ بيقل. بس انا عن طريق الخرطوم المرن رجعت الحجم اللي هو الفوليوم لنفس الفوليوم، بس البريشر ماله؟ قل. هنحسبه زي العمود ده، هتلاقي طوله قل من شويه، انت رفعته لفوق هتلاقي العمود ده طوله ايه؟ طوله قل شويه. فبالتالي هنحسب بقى الضغط الجديد، هيطلع عندي ضغط جديد خالص قصاد الاتش الجديده. طيب وبعدين نبرد اكتر، نبرد ايه؟ اكتر. وكل مره نحصل على قيمه للبريشر وقصادها قيمه لمين؟ الاتش. وهنرسم جراف زي الجراف اللي هوريه لكم ده حالا دلوقتي، زي ده كده. ادي الغاز كان عندي اهو، كان درجه الحراره صفر، وكان عندي بريشر معين حسبته من الاتش، ارتفاع اتش. انا عندي كذا نقطه دلوقتي زي ما بنرسم في المعمل بالظبط، بردته اكتر شويه بقى عندي بريشر تاني اللي هو نقطه زي دي كده. طيب وبعدين؟ ولما كنت 100 انا ممكن برضو اسخنه، ممكن برضو ايه؟ اسخنه عن طريق الخرطوم. لما تسخنه دلوقتي البريشر هيزيد والفوليوم هيزيد، فاكرين؟ انا ممكن اعمل كل اللي انا عايزه. لو سخنته هلاقي ان سطح السائل ده بدل ما يطلع لفوق، لا ده هينزل لتحت، لان البريشر زاد. البريشر ايه؟ زاد. فبالتالي عن طريق الخرطوم ده هتحكم فيه وارجعه هنا تاني. يبقى عند بس الاتش هتكون اتغيرت في الحالتين اللي انا عملته ده، هتكون الاتش اتغيرت. هحسب برضه رو جي اتش، واحسب البريشر الجديد قصاد درجه الحراره الجديده اللي هي تبقى 100 مثلا او حاجه. يبقى عندي كذا نقطه على المنحنى. فبالتالي ادي لما كان التمشر كانت 100 كان عندي بريشر معين حسبته، ولما كانت التمشر 0 كان عندي بريشر معين حسبته. فضلت انزل بالتمشر وكل مره اشوف البريشر اللي قصاد، انزل بالتمشر واشوف البريشر اللي قصاد، لغايه لما جيت عند مرحله معينه هنا كده، عند تمشر معينه فيري لو، فيري لو، لقيت ان السائل اللي عندي تحول الى ليكويد، تحول الى ليكويد. حصل، اسف، مش السائل اللي عندي، معذره، الغاز اللي عندي ليكويفايد. التجربه تكون انتهت، ما اقدرش اشتغل تاني لان الخصائص اتغيرت. رحت مغير الغاز ده، جاز 1 جبت جاز 2، فضيت الانبوبه من الغاز اللي فيها وجبت غاز تاني، واشتغلت بنفس الطريقه، بس انا غيرت الضغط اللي انا بادئ بيه، خليته ضغط ضعيف شويه، مش الضغط الكبير اللي كان في الاول ده. غيرت الضغط اللي انا ايه؟ اللي انا بادئ بيه. فعملت منحنى تاني للغاز التاني مختلف عن الاول. وبرضه جيت عند نقطة معينة هنا بقف عندها، لأن الجاز بيحصل له ليكويفيكيشن. حتى لو ما حصلوش ليكويفيكيشن، ممكن يبقى أنا عندي في المعمل ما عنديش إمكانيات في المعمل أخفض درجة الحرارة أكتر من كده. أوكي، جبت جاز تالت برضه الضغط أقل شوية واشتغلت عليه. كل جاز بيديني منحنى مختلف عن الآخر، لأن أنا كل مرة ببدأ بضغط مختلف. طيب أنا عايز أعرف يا ترى لو أنا خفضت درجات الحرارة أكتر، البريشر ده هيحصل له ايه وهيروح فين؟ قال لك في الحاله دي احنا في الفيزياء بنعمل اكسترابوليشن للخط، فعملنا اكسترابوليشن للخط الاولاني وتنبأنا بالبيهيفير، وصل
عند درجة حرارة آخر درجة حرارة يعني قابل الكيرف عند ماينس 273.15. معنى كده عند هذه الدرجة من الحرارة الضغط يصل إلى صفر. البريشر ده لو على الفيرتيكال اكسس بيبقى صفر. اوكي، يبقى انا عرفت ان اقل درجة حرارة ممكن نوصل لها ماينس 273.15. وينفع الضغط يبقى صفر؟ ينفع البريشر يبقى صفر؟ طبعا لا. ليه؟ لان لو البريشر بقى صفر الفوليوم هيبقى صفر. لو البريشر بقى صفر الفوليوم هيبقى صفر، ينعدم اليونيفيرس. يبقى ده مستحيل. يبقى ده مستحيل. يبقى هذه الدرجة من الحرارة مستحيل اوصل لها. ممكن اقرب منها شويه لكن مستحيل اوصل لها. المفاجاه ان لما مدينا الكيرف للغاز الثاني لقيناه بيروح عند نفس درجه الحراره، ومدينا الكيرف للغاز الثالث لقيناه بيروح عند نفس درجه الحراره. معنى كده ان هذه الدرجه من الحراره هي يونيفرسال، يعني لجميع الغازات مهما كان الغاز ومهما كان نوع الغاز ومهما كان الضغط اللي انت بدات بيه. مهما كان الضغط اللي انت بدات بيه، معنى كده ان احنا اقل درجه حراره في الكون هتبقى ماينس 273 ماينس 15 بالظبط، ومن ذلك من هنا ورايح هنسميها ايه بقى؟ هنسميها يونيفرسال، الصفر المطلق او الابسوليوت زيرو. ابسوليوت ايه؟ ابسوليوت زيرو او الصفر المطلق. الصفر المطلق معناها ايه؟ وي كان ابروتش ذيس تمبشر از فار از وي كان. طول ما عندك طاقه في المعمل بتاعك تقدر تبرد، لكن يو كان ابروتش تقرب قوي 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 زي ما انت عايز، يبقى الفرق بينك وبينها ما فيش، لكن يو كان نيفر اتشيف ات. يو كان نيفر اتشيف ات، لا يمكن توصل لها. ليه؟ لان هيحصل عندها حاجه ان البريشر زيرو والفوليوم زيرو، وهذا مستحيل. هذا الصفر المطلق استغله مين بقى؟ عمنا مين؟ دي كانت التجربه بتاعتنا. معلش نرجع تاني، خلاص كده شرحنا الكلام ده كله. دي كانت التجربه بتاعتنا. الصفر المطلق استغله كيلفن. المساله دي مش مشكله. دي مسألة مهمة. كلفن استغل بقى موضوع الصفر المطلق ده وعمل السكيل بتاعه. وعمل السكيل ايه؟ بتاعه. السكيل بتاعه اللي هو احنا هنقوله دلوقتي بسرعة كده. نروح للبورد بتاعتنا. السكيل التالت بقى اللي هو مين؟ اللي هو عمنا مين؟ عمنا كلفن. لما اكتشفوا العلماء موضوع الصفر المطلق قال انا هعمل سكيل تالت وهقول عليه ان هو الصفر بتاعه عند الصفر المطلق. الصفر بتاعه اللي هو ده صفر كلفن بقى قصاد مين بقى هنا عند سلسياس؟ قصاد ماينس 273 ديجري سنتيجريد. وقال ان ده الصفر الكلفن بتاعي، وقال ان هنا معنى كده ان الصفر بتاع سلسياس ده هيبقى بيقابل كام؟ 273، هي بوينت 15 طبعا، يعني عشان نبقى دقيقين بوينت 15. وبعدين هبتدي اخد الدرجات هنا بسايز قد السايز بتاع سيلزياس بالظبط، وهوصل هنا مش هبقى 373.15. معنى كده ان الفرق بين دول كام يا شباب؟ 100 درجه كلفن قد ال 100 درجه سيلزياس. ده معناها ان هما هيختلفوا بس الكلفن عن السيلزياس اخوات، بيختلفوا بس في نقطه الصفر الموجوده فين. الصفر بتاع كلفن موجود عند الابسولوت زيرو اللي هو ده، والصفر بتاع سيلسياس موجود عند درجة تجمد الماء فريزنج اوف ووتر. معنى كده ان السايز هنا بتاع الدرجة قد السايز بتاع الدرجة اللي على مين؟ اللي على سيلسياس. مش لكن اللي مختلف هو الكلف، هو الفهرنهايت. هو مين؟ الفهرنهايت. يبقى معنى كده ان طالما هو بيختلف في الصفر فقط، معلش انا عايز بس انقل الشاشة. طالما هو بيختلف في الصفر فقط يبقى معنى كده ان سهل قوي ان التي سيلسياس equal T كلفن plus 273.15 في السلسيوس سكيل، بنسمي الدرجة ديجري سلسيوس. في الفهرنهايت سكيل بنقول عليها ديجري فهرنهايت. في الكلفن سكيل اللي هو العلمي بنسميها كي بس، من غير ما احط علامة الدرجة هنا. الكي ده الكلفن سكيل. الكلفن سكيل هو ده المستخدم في الساينس. في الساينس السلسيوس سكيل مستخدم في كل العالم ما عدا الولايات المتحدة في الحياة اليومية يعني. الفهرنهايت سكيل مستخدم في الحياه اليوميه في الولايات المتحده. الاثنين دول في الحياه اليوميه في العالم، لكن الكلفن ده ما بيستخدمش في الحياه اليوميه طبعا، بيستخدم في الحاجات في المعامل وفي الساينتفك كيسز. في مساله في مساله اهي، حول بقى انت لو درجه الحراره عندك 55 فهرنهايت حولها لكلفن. خلي بالك عشان تحولها لكلفن لازم تروح تحولها الاول لسلسيوس في القانون بتاعنا ده. تشيل التي اف من هنا
وتحط مكانها الرقم ده على طول، بقت كده طلعت لك 13 سلسيوس. درجة حرارة جسمك 37 ايه سلسيوس، عارف بالفهرنهايت هتبقى كام؟ هتبقى حوالي 98 ديجري فهرنهايت. طيب خلاص نرجع تاني، نرجع تاني، ال 13 سلسيوس عايزين بقى بالكلفين، يبقى 13 زائد 290 يديني 286 ايه درجة كلفينية. تمام كده قلنا التلاتة، تعرفنا على الصفر المطلق والكلام ده كله. طيب تعالوا بقى هنا نتكلم عن ظاهرة جديدة اسمها thermal expansion. thermal expansion of solids، التمدد الحراري. لو تاخدوا بالكم طبعا لو سخنا المعادن بيحصل لها expansion، بيحصل لها ايه؟ expansion، زي الباور لاينز اللي انتم شايفينها ديت، شكل الباور لاينز في الوينتر بيبقى كده، لما يجي الصيف بتبقى عامل ازاي؟ بيحصل لها اكسبانجن، بتاخد بالشكل ده. ليه؟ لان السوليد بيحصل له اكسبانجن ابون هيتنج. مش بس السوليد الحقيقه، كمان الليكويد بيحصل لها اكسبانجن. لو تاخد بالكم ده ثرمومتر من الميركوري مثلا، ليكن ميركوري او ايثايل الكحول اي حاجه، لما بيسخن، الفكره الرئيسيه ان لما بيسخن الثرمومتر فالميركوري مستودع الزئبق بيسخن، فبيحصل له اكسبانجن، بيزيد في حجم. ودي الفكره الاساسيه اللي اتبنت عليها مين؟ الثرمومترز. حتى الليكوز بيحصل لها اكسبانشن ابون هيتنج. ده هنتكلم دلوقتي عن موضوع الثيرمال اكسبانشن. هو بيسالني سؤال، يا ترى في اكسبشن للثيرمال اكسبانشن؟ يعني في ماده معينه ممكن تتمدد بالتبريد عكس الدنيا كلها، كل المعادن والثروات تتمدد بالحراره، اكسباند ابون هيتنج. في ماده الحقيقه بتكسباند ابون كولينج، ماده معروفه جدا بنستخدمها كل يوم، الا وهي المية. المية هي استثناء، المية هي استثناء. هنتكلم عن القاعدة ونتكلم عن الاستثناء. تعالوا الأول نتكلم عن الثيرمال اكسبانشن اللي هو ده. لو أنت عندك رد زي ده كده، رد من المعدن طوله مثلا ال نود، سمي طوله ال زيرو، وإحنا سخناه رفعنا عملنا رايز في التمشر بمقدار دلتا تي، ايه اللي بيحصل له؟ بيحصل له اكسبانجن زي ما قلنا، بيحصل له بيبقى الطول في جزء بيزيد في الطول، ما يبقاش ال نود بقى، بيبقى ال نود بلس ايه؟ دلتا ال. دلتا ال هو الجزء الصغير اللي حصل له اكسبانجن. طبعا ما بيكونش بالطول ده، بيكون جزء يعني ملي متر، بس احنا مكبرينه عشان نستوعب الموضوع. يا ترى هذا الجزء اللي حصل له، هذه الزياده في الطول اللي احنا بنسميها الاكسبانجن، بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على ايه؟ اول حاجه تعالوا ناخد السبوره بتاعتنا، عشان نعرف نشرح عليها. اوكي نرحلها بس، يلا كده ترحلي كده لو سمحتي. ايوه بالظبط كده. هنتكلم دلوقتي عن موضوع اسمه ثيرمال. يا شباب ثيرمال اكسبانجن يعني التمدد الايه؟ التمدد الحراري. ادي الرود اهو اللي كان عندي، طوله سميناه ال زيرو من هنا لهنا. بعد كده احنا سخناه، ما ايه سخنا، زودنا درجه الحراره بمقدار كام؟ دلتا تي. فايه اللي بيحصل للطول؟ الطول بيزيد، بيبقى ال نود بلس حته صغيره قوي بنسميها دلتا ايه؟ دلتا ال. الدلتا ال دي بنسميها الاكسبانجن اللي حصل، او مقدار التمدد الحراري اللي حصل. يا ترى دلتا ال دي بقى بتعتمد على ايه؟ اول حاجه دلتا ال تعتمد على الطول الاصلي. يعني ايه تعتمد على الطول الاصلي؟ لو كان ده 1 متر مثلا وزاد مثلا بمقدار 1 ملي متر، طب لو كان هو 2 متر كان هيزيد بمقدار كام؟ اكيد كان هيزيد بمقدار 2 ملي متر، مش كده ولا ايه؟ لان هو لو 2 متر، لو هو 2 متر كده يبقى ممكن نقسمهم 1 متر و1 متر، صح؟ انت عارف ال 1 متر ده بيزيد 1 ملي، يبقى ده هيزيد 1 ملي وده برضه هيزيد 1 ايه؟ ملي ملي ملي، يبقى معنى كده الزياده الكليه 2 ملي. بمعنى كده كل ما يزيد الطول الاصلي يبقى الاكسبانجن نفسه هيزيد. ادي اول حاجه. طيب تمام اوكي. تاني حاجه الحقيقه دلتا ال تعتمد على دلتا تي. ايه دلتا تي؟ المقدار الارتفاع في درجه الحراره، مقدار الرايز ان تمبرتشر. ولا انت سخنته قد ايه؟ 5 درجات مئويه ولا 10 درجات مئويه ولا 20 درجه مئويه؟ كل ما تزود الحراره كل ما يزيد الاكسبانجن. بمعنى كده دلتا ال تعتمد كمان على مين؟ على دلتا تي. الاثنين دول مع بعض نحطهم في ايكويشن واحده، اذا دلتا ال تعتمد على ال نود تايمز دلتا تي. زي ما احنا متعودين في الفيزياء بنشيل علامه البروبورشناليتي ساين ونحط مكانها ايكوال،
يبقى كأن دلتا ال ايكوال، بلاش القلم المعقد ده، دلتا ال ايكوال الفا اللي هي ثابت التناسب في ال مود في دلتا تي. هذا القانون النهائي للثيرمال اكسبانشن. الالفا دي كونستانت اوف بروبورشناليتي، ثابت التناسب، ثابت الايه؟ التناسب ما بين الاثنين. خلي بالك دي ما كانتش ثابت، دي كنت انا اقصد بيها بروبورشنال تو، هم شبه بعض شويه، لكن دي كونستانت اسمه الفا، بنقراها طبعا انتوا عارفين الفا، بنسميها ايه بقى؟ كونستانت اوف بروبورشناليتي، ثابت التناسب، بنسميها كوفيشنت، كوفيشنت يعني ثابت اوف ثيرمال، انا هتزهق، اوف ثيرمال اكسبانجن، كوفيشنت اوف ثيرمال ايه؟ اكسبانشن، يعني معامل بالعربي معامل التمدد الايه؟ الحراري، معامل التمدد الحراري اللي هي الفا، اللي هي مين؟ الفا. ايه الدلتا ال تاني؟ هي مقدار الاكسبانشن، مقدار الزياده في الطول، او الاليونجيشن، مقدار الاستطاله. ايه ال زيرو؟ ايه نود الطول الاصلي قبل ما ابتدي اسخن. ايه دلتا تي؟ رايزن تمبشر، مقدار الارتفاع في درجه الحراره. طبعا انتوا عارفين يعني على المايكروسكوبيك سكيل الثيرمال اكسبانشن بيجي من ايه؟ انت لما بتسخن هنا في حاجه اسمها كينيتيك انرجي، صح؟ كل مولكيول عمال يتحرك يمين وشمال حوالين موضع الايكوليبريم بتاعه، مش كده؟ كل مولكيول عمال يتحرك يمين وشمال شويه، حركه اهتزازيه زي ما بنلعب كده بسيطه. لما انا بسخن الحركه دي المدى بتاعها بيزيد شويه. كل مولكيول بيتحرك فايبريشنال موشن حوالين الايكوليبريم بوزيشن بتاعه، بس الموشن دي بتزيد شويه، الامبليتيود اوف فايبريشن بيزيد شويه. فبالتالي بيحصل للسولت ككل يحصل له اكسبانشن. يحصل له اكسبانشن. تعال نركز على الالفا ده اكتر شويه. يعني ايه هو الالفا تاني؟ كوفيشنت اوف وات؟ اوف ثيرمال ايه؟ اوف ثيرمال اكسبانشن. تاني دلتا ال ايكوال الفا ال زيرو في مين؟ في دلتا تي. ايه الالفا؟ ايكوال دلتا ال ديفايدد باي ال زيرو في مين؟ في دلتا تي. يا ترى وحدة سميناها كوفيشنت اوف ثيرمال اكسبانشن. طب ايه وحدة الالفا يا ترى؟ لا مش عايز ده، معلش. وحدة الالفا هي ايه؟ اللي فوق ده بالمتر، مش كده؟ الدلتا ال يعني، والال زيرو دي بالايه؟ بالمتر برضه. طب والدلتا تي فرق درجات الحرارة بالايه؟ بالسلسيوس او بالكلفن، مش كده؟ او بالكلفن، لان السايز اوف ذا ديجري واحد في اتنين، فده عبارة عن دلتا تي، يعني الفرق في درجات الحرارة، الفرق، مش الحرارة المطلقة، مش التمشر، لا الفرق بس. فالفرق ده ممكن يقيسه بالسلسيوس وممكن يقيسه بمين؟ بالكلفن، لان السايز بتاع الديجري واحد. لما اقول لك درجه حراره الجسم زادت 5 درجات مئويه، زادت 5 درجات مئويه، بمعنى ممكن تعول الزياده دي بالسلسيوس او بمين؟ بالكلفن، مقدار الزياده. يبقى معنى كده ان الالفا، وحده الالفا هي ايه؟ سلسيوس باور ماينس 1 اور كلفن باور ماينس 1، الاثنين واحد. دي وحده مين؟ الايه؟ الالفا. طيب تمام، فيري جود. ممكن من هنا كمان نجيب الديفينيشن بتاع الالفا من الايكويشن دي. ازاي نجيب الديفينيشن من هنا؟ سهل قوي. لو عايز تجيب الديفينيشن، ها الالفا اهي دلتا ال ديفايدد باي مين؟ باي ال زيرو في مين؟ في دلتا تي. لو عايز تجيب الديفينيشن حط المقام كله بواحد، يعني حط ده بواحد وده بواحد. يعني ايه ده بواحد؟ يعني ايه دلتا تي بواحد؟ يعني الرايز ان تمبشر خليه 1 سلسيوس. يعني ايه ال زيرو؟ يعني ابدا برود طوله 1 متر. يبقى ساعتها الرايت هاند سايد مفيش فيه غير مين؟ غير الدلتا ال بس. يبقى الدلتا ال ايكوال مين؟ ايكوال الفا. ايكوال ايه؟ الفا. ايه هي الالفا؟ هي مقدار الانكريز ان لينس او التشينج ان لينس في رود يكون طوله 1 متر لما التمشر بتاعته تزيد بمقدار 1 ديجري سلسيوس. تزيد بمقدار 1 درجه ايه؟ طبعا الالفا قيمه كفايه كده في الشرح. تعالوا نرجع للباوربوينت بتاعنا. قلنا الكلام ده كله، قلنا الديفينيشن كمان، وقلنا اليونت، وقلنا اسمه ايه الالفا ده. ده هو الثابت الفا لبعض المواد. يعني تقريبا يا شباب المتر من الحديد مثلا لو سخنته بيزيد، لو انت جبت متر واحد بس من الحديد عشان ناخد فكره كده في دماغنا عن مقدار الالفا ده بيبقى كام. لو جبت متر من الحديد ورفعت درجه حرارته 1 ديجري، 1 ديجري هيزيد بمقدار كام؟ بمقدار الالفا اللي هي دي كام بقى؟ 12 تايم 10 باور نيجاتيف 6 متر، يعني معناها 12 مايكرو متر، 12 مايكرو متر فقط، 12 مايكرو متر. المايكرو ده واحد على مليون من المتر، 12 مايكرو متر. مين اكتر حاجه يحصل لها اكسبانشن هنا؟ يمكن تكون الليد. الليد 29، الالفا بتاعه 29 تايم 10 باور نيجاتيف 6. البايركس جلاس اللي هو الزجاج الحراري اللي ممكن يدخل الحراره،
قليل شويه 3.3 تايم 10 باور نيجاتيف 6. الكوارتز الماده النادره دي التمدد الحراري بتاعها ضعيف جدا. ده جدول يعني مش للحفظ طبعا، ده بس عشان تتخيل يعني مين بيتمدد اكتر. طيب الالومنيوم، تعال نركز على ثلاث حاجات، الثلاث معادن المشهورين الالومنيوم الالومنيوم والنحاس والحديد، مين فيهم اكتر حاجه في التمدد؟ الالومنيوم اول واحد في التمدد صح، اكتر واحد، وبعدين النحاس 17 مش كده. اقل حاجه تتمدد فيهم الثلاثه مين؟ الحديد مش كده، اللي هي كام؟ 12. اوكي نيجي هنا. ده سؤال انا تقريبا جاوبت عليه، انا تقريبا جاوبت عليه وانا بشرح يعني. قال لك انت عندك رتب زي ده، نقوله باختصار رتب زي ده طوله ال زيرو وسخنته دلتا تي فزاد طوله بمقدار دلتا ال. طيب السؤال بقى فين السؤال؟ السؤال لك لو الطول ما بقاش ال زيرو بقى 2 ال زيرو، يعني هم 2 في بعض، وسخنته بمقدار دلتا تي برضه هيزيد المقدار كام؟ زي ما قلنا من شويه اكيد هيزيد المقدار 2 مين؟ دلتا ال. انت ممكن تتخيل انت قسمته 2 في ملحومين في بعض، ده الواحد واحد متر وده الواحد ايه؟ واحد متر. اذا كان انت قلت لي حالا اهو بعظمه لسانك ان المتر بيزيد دلتا ال، يبقى ده هيزيد دلتا ال وده برضه هيزيد دلتا ال، يبقى الزياده الكليه دلتا ال زائد دلتا ال يعني 2 من مين؟ من دلتا ال. اوكي دي مساله عن برج ايفل او ايفل تاور او ايفل تاور. المساله باختصار بتقول الاتي، بتقول والله هو طوله الاصلي كام يا شباب؟ 301 متر. طيب ماشي شكرا. درجة الحرارة في فرنسا في اليوم ده كانت 22 سلسيوس، يمكن أعلى درجة حرارة توصل لها في فرنسا هناك. How much does its height decrease؟ طوله هيقل بمقدار قد إيه في يوم تكون درجة الحرارة بتاعته صفر؟ يعني في فرنسا أعلى أقل درجة حرارة توصل لها مثلا صفر في يوم معين وأعلى درجة حرارة 22 سلسيوس، قول لي بقى هيحصل له شرينكج. خلي بالك إحنا بنبرد المرة دي، فالطول هيقل، الطول هيقل. طبعا اوكي الالفا بتاعت الحديد هو ده نوع من الحديد، الالفا بتاعت الحديد ثابت هديها لك بعد شويه، لكن عايزك تقول له دلتا تي هنا ايكوال كام؟ تعالى نكتب هنا كده معلش، دلتا تي ايكوال كام؟ دلتا تي دايما بتساوي تي فاينل ماينس مين؟ ماينس تي انيشال. هو بدا ب 22 ها وسالك عند كام؟ عند زيرو، يبقى زيرو ماينس 22 حضرتك، يبقى دلتا تي كام؟ ماينس 22 سلسيوس. عشان كده تعالى نكتب الحل كده ونشوفه، هو مكتوب اهو. ايوه الالفا بتاع الحديد ثابت، حتى لو انا ما اديتلكش في المساله، فلو رجعت ورا احنا قلنا 12 مش كده، الحديد كان 12 لسه قايلين حالها في الجدول، ممكن ترجع تجيبها من الجدول. خلاص في ادي الالفا في ال زيرو طوله الاصلي كان كام؟ 301 متر اهي، خلاص 301. دلتا تي كام بقى اللي احنا قلنا عليها؟ ماينس 22، عشان كده الاجابه هتطلع بالماينس برضه، ماينس 7.9 سنتيمتر. طب هو في الشتاء طوله هيقل، قول 8 يعني، قول 8 سنتي، قول 8 سنتي. هو اصلا 301 متر اصلا، يبقى شيء غير ملاحظ. شيء غير ملاحظ. ما تفتكرش هيكون حاجة كبيرة. طيب، اوكي. أمال فين بقى الأهمية بتاعة الثيرمال اكسبانجن لما إحنا عمالين نقول شيء غير ملاحظ، شيء غير ملاحظ. اوكي، تعالى ناخد شوية أبلكيشنز بقى للثيرمال اكسبانجن. والله اول ابلكيشن قابلنا اهو اللي هو ايه؟ انتي سكيلدنج ديفايس، شايفين الكلام المكتوب انتي سكيلدنج ديفايس، يعني جهاز ضد الحريق، بيبقى فيه الفوسيتس يعني الحنفيات اللي في البيت عشان بتنزل ميه سخنه احيانا، فاحيانا في اطفال بتتلسع من الميه السخنه، الاف الاطفال حول العالم كل شهر بيروحوا المستشفى عشان يتلسع من الميه السخنه. هم عملوا جهاز بقى بيعتمد على الثيرمال اكسبانجن، فكرته بسيطة جدا، عاملين سبرينج زي دي كده، فلما المية بتسخن طبعا مختارينها بعناية والكوفيشن بتاعها متظبط بحيث ان لو المية سخنت لدرجة معينة أكتر من 60 مثلا بيحصل اكسبانجن لمين بقى؟ للسبرينج دي، فتروح تقفل على طول مصدر المية اللي نازل، فتمنع المية إنها تنزل فتحمي الأطفال، تحمي الأطفال. اسمه أنتي سكيلدنج ديفايس، جهاز ضد الحرق. فالف انسايد ووتر فوست that is attached to a spring. طبعا ده اللي بيركب في البيت، يعني الاكشوال ديفايس اللي بيجي لنا البيت بيبقى معقد شويه. طبعا معقد شويه عشان خاطر يراعي حاجات كتيره جدا، دي السوسته بتاعته، لكن الفكره واحده، الفكره واحده. انت بتخلط، بتنزل ميه سخنه وميه بارده،
فلو زاد التمبشر بيعمل اكسبانجن لمين؟ للسبرينج، فيروح قافل مين؟ وبعدين خلي بالك لما الميه تبرد بترجع لوحدها، لانه بيحصلها شرينكج، ما هي بيحصلها شرينكج. طيب ده اول تطبيق ليها لموضوع الثيرمال، ايه الثيرمال اكسبانجن. طيب اوكي، ده تاني تطبيق للثيرمال اكسبانجن اسمه باي ميتاليك ستريب. باي ميتاليك ستريب يعني كلمه ستريب يعني شريط، الشريط ده باي ميتاليك يعني ثنائي المعدن. ايه ثنائي المعدن؟ انا بجيب شريط زي ده كده واعمله من معدنين، معدن ايه اللي فوق اللي هو ده، ومعدن بي اللي تحت اللي هو ده، والحمهم في بعض بالطول كده والحمهم في بعض، بس انا منقيهم بعنايه بحيث ان المعدن ايه ده له الفا عالي، او له الفا مثلا مش هتقول عالي ولا مختلف دلوقتي، هو الحقيقه يبقى له الفا اعلى شويه، والمعدن بي يبقى له الفا اقل شويه. يعني ايه اعلى واقل؟ يعني الكوفيشنت اوف اكسبانشن هنا كبير والكوفيشنت اوف اكسبانشن هنا صغير. طب وده معناها ايه؟ معناها لما اسخن الستريب ديت التمدد هنا فوق مش هيبقى زي التمدد تحت، بالعكس اللي عنده الفا كبير هيتمدد لمسافه اطول، واللي عنده الفا اقل هيتمدد لمسافه اقل. طب سخن بقى الاثنين كده، احنا ايه، انا قلت العكس ولا ايه؟ انا شكلي قلت العكس، معلش طب انا اسف. طيب ده هيبقى هو الالفا بتاعه هو الاكبر، ماشي خلاص اوكي، وده هو الالفا بتاعه هو مين، هو الاقل. تعالى بقى نسخنهم الاثنين، اللي هيتمدد اكتر هو البي، هو البي، واللي هيتمدد اقل هو الايه، فلازم ياخد الشكل ده، لازم يحصل له بوينج، يحصل له انحناء بالمنظر ده صح، لان البي هيتمدد لمسافه اكبر والاي هيتمدد لمسافه اقل، فلازم ينحني في اتجاه الايه، في اتجاه الايه لما سخنته، لما سخنته. لو كنت انا مختار المادتين ليهم نفس الالفا يبقى يتمدد بنفس التمدد هما الاثنين، كان يحافظ على شكله بس هيطول شويه، هنا هيطولوا هما الاثنين بس مش بنفس التساوي، بمعنى كده لازم يحصل بوينج. عشان كده المنظر اللي انت شايفه ده كده لو لاحظت مع نفسك هتلاقي ان البي تمدد اكتر من الاي، وان طول البي هنا في الشكل ده اكتر من طول الاي، انحنى ناحيه الاي، ناحيه اللي هو اقل في مين، في الثيرمال اكسبانشن لما سخنه. طيب ماشي، بعدين باي ميتاليك ستريب. طب ما تيجي نبرد، نحط تلج هنا في الشكل التاني ده، لما نبرد ايه اللي يحصل؟ هيحصل شرينكج، الطول هيبقى اقل من ده، يعني هبدا من ده دلوقتي، انا هرجع لده تاني، هرجع تاني بردته، رجع تاني عند ال 20 مئويه العاديه خالص، درجة حرارة الغرفة، وابتدي ابرده لصفر. هيحصل ايه دلوقتي؟ يحصل الونجيشن ولا شرينكج؟ يحصل شرينكج، يحصل كونتراكشن، يعني الطول هيقل. طب ثواني ثواني ثواني، مين هيقل اكتر في الطول؟ اللي له الفا كبير ولا له الفا صغير؟ لا، اللي هيقل في الطول اللي له الفا كبير، لان هو نفس القانون، ما هو دلتا ال ايكوال ايه يا شباب؟ الفا ال زيرو في مين؟ في دلتا تي، فالدلتا تي لو سالب، لو سالب يبقى له الفا كبير، دلتا ال هتبقى كبيره برضه بس بالسالب، اللي بيتمدد اكتر بينكمش اكتر، ما تفتكرش العكس يعني. خلاص يبقى البي هيحصل له شرينكج اكتر، والاي شرينكج بس اقل، الطول كله هيقل بس مش بالتساوي، البي هيقل اكتر، فبالتالي لازم ينحني بس المره دي ناحيه مين؟ ناحيه البي، ناحيه الايه؟ البي. طيب ده اسمه باي ميتاليك ستريب، دي الفكره العلميه بتاعته. ايه التطبيق بتاعه بقى؟ والله بقى انا ممكن اوصله بدايره كهربيه زي دي كده، عندك هيتر سخان في البيت، سخان الميه اللي في الحمام ده، او الكتل اللي حضرتك بتعمل فيها الشاي، وخلي ده كده يوصل يكمل الدايره الكهربيه من هنا، اول ما يسخن ياخد المنظر ده، ده فيعمل اللي فوق كده يبقى بوينج ابوردز، فبالتالي يفصل الدايره الكهربيه، ويفصل التيار الكهربي عن السخان او عن الكتل، يبقى الميه اول ما توصل 100 تفصل الكهرباء. طب تبرد تاني تروح راجع تاني وهكذا. يبقى انت كده ضمنت ان الميه بتاعتك اول ما توصل 100 هيحصل لها ايه؟ هتفصل. والسخان اللي في البيت ده اللي متعلق في الحمام اول ما توصل الميه 100 بيفصل اوتوماتيك عن طريق الباي ميتاليك، ايه؟ الباي ميتاليك ستريب. ده اسمه ثيرموستات بقى، الباي ميتاليك ستريب هنا بنستخدمها كايه؟ كثيرموستات، يعني ثيرموستات يعني ايه بالعربي؟ يعني ثيرموستات يعني اتزان، بيفصل الحراره. بالظبط كده. طيب تعالى كده نبص على حاجه ثانيه. ده شكل واقعي للباي ميتاليك ستريب، باي ميتاليك ستريب حقيقيه. ادي شكلها احنا لسه لما سخناها، دي شكلها لما سخناها. يبقى مين اللي تمدد اكتر؟ المعدن اللي تحت. شايف انا ماشي بالسهم كده، ده تمدد اكتر، ده له اكسبانشن اعلى. والمعدن اللي فوق له اكسبانشن ايه؟ اقل. ده باي ميتاليك ستريب حقيقي. المنظر ده لو اشتغل دلوقتي هتشوفوه، اهو اشتغل اهو. كده بردت فايه؟ كده سخنت ففصلت.
لغايه لما الميه اللي في السخان تبرد، اول ما تبرد يروح راجع تاني، ما بتاثر بالحراره عند سخن، فتفضل انت محافظ على الميه بتاعتك بتاعت السخان اللي في الحمام عند نفس درجه الحراره. لما تدخل هتلاقي الميه سخنه. طيب تمام، دي المكوى برضو نفس الحكايه، بس برضو الثيرموستات بتاع المكوى برضو نفس الفكره، هي برضو بيفصل بيتمدد فبيفصل. لما انت تظبطه مثلا، انا عايز المكوى بتاعتي مظبوطه عند 5، ما ليها درجات كده، لو انت بتستخدمها يبقى معنى كده اول ما يوصل ل 5 ده مظبوط، الاكسبانشن بتاع اللوح فاصل. ده هي دي اللي تحت، دي هي دي الباي ميتاليكس، تتمدد فتفصل ناحيه المعدن اللي هو اند سو اون، يبقى بيحافظ على الامان، بيحافظ على الامان بتاع المنزل. طيب يبقى احنا كده استخدمنا مين بقى؟ احنا استخدمنا الباي ميتاليك ستريب. باي ميتاليك ستريب دي هي الفكره الفيزيائيه، اسمها باي ميتاليك ايه؟ ستريب. ليها استخدامين، اول حاجه قلناها كالثيرموستات في الايرنينج او في الهيتر، ووتر هيتر، او في الكتل او في خلافه. ممكن نستخدمه استخدام تاني هنا بقى كثيرموميتر، نقيس بيه درجه الحراره، كمان نقيس بيه درجه الحراره، بس في المره دي بقى بنعمله حلزوني زي ما انتم شايفين كده. لما يسخن بيتمدد بهذا الشكل، احنا بيتمدد يعني عدد اللفات بيزيد، عدد اللفات ايه بيزيد لما يسخن، لما يبرد يرجع تاني هنا. انا بوصل له نيدل هنا ابره، اول ما عدد اللفات يزيد الابره دي تتحرك، ما تبقاش فيها تيجي هنا كده مثلا، قلنا ده بيتمدد كده لانه حلزوني المره دي، فبظبطه عند الصفر وبظبطه عند درجه الغليان، احطه في الصفر الاقي مثلا الصفر بتاعه، واروح اعمل تدريج بقى هنا، لما يبقى صفر كان بيبقى هنا، لما يبقى 100 كان بيبقى هنا، مش كده؟ على الميه، وبعدين اروح مدرج ومقسم التدريج وعملت ترمومتر. هو ده شكل الترمومتر الحقيقي اللي بيستخدم الباي ميتاليك ستريب. الباي ميتاليك الايه؟ ده شو شكلها حلزوني ازاي؟ او شكلها سبايرال، يعني سبايرال بالشكل ده. الابره دي بتتحرك بقى لما يتمدد، يعمل نفس الحكايه. يبقى انا بس عايزك تعرف ان احنا بنستخدمه كحاجتين، يا اما ثيرموستات يا اما ثيرموميتر. اذا كده استفدنا بمين بقى؟ بموضوع الثيرمال اكسبانجن. زي ما له فوائد له اضرار. له ايه؟ اضرار. من اضرار الثيرمال اكسبانجن طبعا اكسبانجن جونز ان بريدجز، اللي هي البريدج اللي هي الكوبري. الكوبري ده مصنوع من الخرسانه، وفي اول جدول لو تفتكر كان اخر حاجه تحت هي الكونكريت. الكونكريت برضو له معامل تمدد حراري، فالكوبري ده هيتمدد في الصيف، لازم نعمل له الجوينتس اللي انت شايفها دي عشان لما يتمدد يتمدد فيها فتقفل. في الشتاء تفتح سن بسيطه، لازم نسيب له ال 5 6 سم دول يتمدد فيهم. لو احنا ما سيبناهمش ده اسمه جوينت، المفصل. الكوبري بيبقى سكاشن، يعني مش يعني قطاعات، مش كله بيتعمل مره واحده، بيتعمل اجزاء، فبين كل جزء وجزء بنعمل المفصل الحديدي ده اللي هو الجوينت ده. لو ما عملناهوش الكوبري هيحصل له كراك، يعني هيتشقق، لانه يفضل تعدى عليه السنين. درجه الحراره مثلا في مصر اعلى حاجه مثلا بتوصل 45، واقل حاجه في الشتاء بتوصل 10 ولا حاجه، فهو يتمدد وينكمش، يتمدد وينكمش، فبالتالي مع الوقت يحصل له كراك، هيضغط على جسمه، الجسم يضغط على نفسه. لكن احنا بنعمله دي عشان خاطر ايه؟ تعمل ريليف للستريس اللي بيحصل عليه. الحاجه الثانيه ريل رود تراكس، القطارات، لازم برضه نسيب فاصل، والا شكلها هياخد الشكل الغريب ده. في الصيف هتلاقي عملت كده، القطر اللي يمكن يمشي. لازم نسيب فيهم فواصل. الاويل بايب لاينز، الانابيب اللي بتنقل البترول، بتعمل كده في الصيف على فكره. لو ما راعيناش فيها الحته دي بتعمل ايه؟ بيحصل في الصيف بيحصل اكسبانجن للبايب نفسها، الماسوره نفسها يحصل لها اكسبانجن، فتعمل بوينج بقى في اتجاه الجزء الاضعف، يا الفوق يا في الجنب يا زي ما يجي معاه. باكلينج اند راب. اوكي تمام، دي اضرار الايه؟ الثيرم اكسبانجن، بنتغلب عليها كلها ان احنا نعمل فواصل هنا في الريل رود ايه؟ الريل رود تراكس، وبنعمل برضه بعض الفواصل من معدن تاني او من المطاط او خلفه. طيب تعالوا هنا بقى، ده شكل الفواصل اللي انا قلت لكم عليها بتاع القطارات، بتاعت القطارات. هو بيقول لك انت لو انت عندك 1000 متر، تعال ناخدها على 1000 متر، كل 1000 متر. تعال نشرحها كده لوحدها هنا كده. نحاول نقولها لوحدها عشان توضح اكتر يعني. هنا نسحب الشاشة، نسحبها كده، نعمل شاشة جديدة. اوكي،
لو انت عندك مثلا، نفترض ان السكة الحديد دي هناخد طولها مثلا 1000 متر، كيلو يعني، 1 كيلو 1000 متر. وفي مصر هنا درجة الحرارة أقل درجة حرارة توصل لها مثلا نقول زيرو، يلا سلسيوس. وأعلى درجة حرارة مثلا في الصيف في الشمس وأنت واقف في الشمس 50 درجة مئوية. 50 درجة إيه؟ مئوية. يا ترى من صفر ل 50 طول الحديد هيزيد قد إيه؟ الكيلو ده هيبقى كيلو وكام سنتي؟ ماشي، الكيلو يبقى كيلو وكام سنتي؟ هنقول والله حاضر، دلتا ال الزيادة ايكوال ال زيرو طول الأصلي، ده هنسميه ال إيه؟ ال زيرو. في ألفا أهي، في دلتا تي. دلتا تي هنا ب 50 زي ما أنت شايف، اللي هي 50 أعلى يوم ناقص الزيرو أقل يوم، بدلتا تي ب 50. الألفا كان ب 12، أنا حفظتها خلاص، 12 كان 200 باور ماينس، ده بتاع حديد. ال ال زيرو 1000 متر مش كده؟ 1000 إيه؟ متر. ده 50 هتطلع لك حوالي 6 من 10 من المتر، يعني حوالي 60 سنتي. يبقى كل كيلو حديد، كل كيلو متر، كيلو متر بيزيد 60 سنتيمتر. يبقى انت في هذا الكيلو لازم تعمل فاصل مقداره كام يا معلم؟ مقداره 60 سنتي عشان لما يتمدد. بس طبعا 60 سنتي حته واحده ما ينفعش، لان عجله القطر هتقع فيه، فما بيعملوش 60، ما بيعملوش فاصل واحد، بيعملوا مثلا خمس ست فواصل او 10 فواصل، كل فاصل 6 سنتي، 10 فواصل في الكيلو، كل فاصل ايه؟ كل فاصل 6 سنتي بالشكل ده، او في هذه الحدود. يبقى كل فاصل حوالي 6 سنتي على 10 في الكيلو، يبقى انك عملت 60 سنتي. هي دي الفواصل بقى اللي العجله بتاعت القطر بتعدي عليها وتعمل تك، يعني لما بتنقل من هنا لهنا تك تك تك، للصوت بتاع القطر ده لما يعدي من دي يجي يخبط في دي كده، يروح عامل صوت، يخبط في الثانيه يروح عامل صوت بقى كده، ده صوت القطار تك 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 اللي انت بتسمعه. عشان كده الفواصل دي لازم تكون منتظمه، يعني على مسافات متساويه، كل 150 متر مثلا يعمل لك 6 سنتي. لو ما كانتش منتظمه كان صوت القطر مش هيبقى منتظم، هيبقى دوشه يصدعك، ما تقدرش تنام فيه. دلوقتي انت ممكن تنام في القطر على الصوت ده وممكن تنام، لانه يعني منتظم، هو صحيح دوشه بس دوشه منتظمه، تك 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 تك، يبقى انت مخك بيتبرمج عليه. لو كانت الفواصل دي مش منتظمه كان صوت القطر يبقى مزعج، ما كانش فيه بني ادم يقدر يركب القطر. طيب تمام، ده برضو تطبيق على الثيرمال ايه؟ الثيرمال اكسبانشن، ادي شكل قلنا 60 سنتيمتر. اوكي تمام، اللي بعدها الاريا اكسبانشن بقى. الاريا اكسبانشن يعني التمدد في الايه؟ في المساحه. زي ما الطول بيزيد، لو عندك صفيحه كده من ماده معدنيه، ما هو برضو الاريا هتزيد. الاريا ايه؟ هتزيد. يعني ايه؟ يعني لو انا عندي اريا معينه، تعالى نشيل ده كله كده، لو انا عندي، احنا قلنا خلاص الطول بيزيد، طب انا عندي صفيحه كده من ماده، بليت من ماده، نفترض انها مربع، يعني ده حلوه قلبت مربع، ده طوله ال وده برضو طوله ال، والطولين قد بعض قد بعض، وانا سخنتها من تي لدلتا تي، يعني زودت الحراره بمقدار ايه؟ دلتا تي 5 درجات 10 درجات اي حاجه. اكيد كل سايد، يا رب يرجع مربع، يبقى جدع كده وبنوصل. ايوه جدع، كل سايد منهم هيزيد، الطول ده هيزيد بمقدار ال، وهيزيد عليه حته اسمها دلتا ايه؟ دلتا ال اللي هو الضلع ده، والضلع الثاني هيزيد ال، وهيزيد عليه حته اسمها ايه؟ دلتا ال. صح مظبوط. طب يا ترى الايكويشن دي الاريا الجديده سميها ايه 2، ودي الاريا الاصليه هنسميها ايه 1 او ايه 0. دلتا ايه، هنا مش هنتكلم عن دلتا ال بقى، المره اللي فاتت كنا بنقول لكل ضلع دلتا ال الفا ال زيرو دلتا تي، هنا مش هنقول دلتا ال، هنقول الزياده مش في الطول، الزياده في المساحه، دلتا ايه اللي هي عباره عن ايه 2 ماينس ايه الاولانيه، مش كده؟ دي ايكوال ايه بقى؟ هو الحقيقه هتساوي نفس القانون ده، هو بس مش هتبقى الفا، هتبقى 2 الفا، 2 الفا في ال نود في مين يا شباب؟ في دلتا تي، اسف في اي نود، اسف في اي نود في دلتا تي، بدل الالفا هتبقى، لان دول يعني الدايمنشن 2، هتبقى الدلتا اي عباره عن 2 الفا في الاي 0 مضروبه في دلتا اي، في نفس القانون هو هو، بس بشيل الالفا واحط مكانها 2 الفا، وبشيل الطول الاصلي ال واحط مكانه المساحه الاصليه، المساحه الاصليه، وبشيل الزياده في الطول واحط مكانها زياده في المساحه، زياده في الايه؟ في المساحه. انا سامع واحد عمال يقول لي ليه يا دكتور؟ اقول لك حاضر نعملها بسرعه ونشوفها، مش كده؟ هو دلوقتي المساحه الجديده اللي سميناها ايه 2 ايكوال ايه؟ طول الضلع في نفسه، مش كده؟
طب الضلع الجديد اصبح ايه؟ اصبح ال زيرو بلس مين دلتا ال، صح مظبوط. طب والتاني برضو ال زيرو برضو بلس مين بلس دلتا ال، احنا هنسمي الطول الاصلي بقى ال زيرو. لما نفك ده هتبقى ال زيرو سكويرد بلس ها 2 من ال زيرو في دلتا ال بلس ايه كمان بلس دلتا ال سكويرد. طب ما هو دلتا ال دي انت عارفها ولا ما انتش عارفها؟ عارفها، الفا في ال زيرو في مين؟ في دلتا تي من الاولاني. طب شيل كل دلتا ال وحط مكانها اللي انا بقوله ده، يبقى كاني الايه الجديده ايكوال وات؟ ايكوال ال زيرو سكويرد بلس 2 من ال زيرو، بس في مين بقى المره دي؟ ها في الفا ها ال زيرو في دلتا مين؟ في دلتا تي، صح صح. بلس ايه كمان؟ دلتا ال دي سكويرد، يبقى كانها الفا ال زيرو في دلتا تي، كل ده مين؟ سكويرد. بقى عايز بس يرجع يعمليش الدايره دي، الفا ال زيرو في مين؟ في دلتا تي، كل ده باور كام؟ باور 2. كل ده باور ايه يا شباب؟ باور 2. طيب تمام، خلي بالك هنا هتبقى الفا، الالفا مرفوعه الباور كام؟ باور 2، يعني كانها الاثنين دي هتتوزع هنا، فتبقى دي الفا سكويرد. هنا مفيش الفا سكويرد، في الفا واحده بس. الالفا سكويرد دي عايزين نهملها بقى لانها صغيره جدا، صغيره جدا. فمعنى كده ان الـ A2، ان الـ A2 هتساوي ايه؟ يلا ال0 سكويرد، ننقل المعادله الاخرانيه دي تاني، ال0 سكويرد بلس 2 من ال0 سكويرد كمان، اه والله، في مين؟ في الفا، في مين؟ في دلتا تي، بلس حاجه فيها الفا سكويرد، مش كده؟ ال0 سكويرد في دلتا تي سكويرد. الالفا اذا كانت الالفا اصلا مضروبه في 10 اس ماينس 6 10 باور ماينس 6، يبقى الفا سكويرد 10 باور ماينس 12، ماينس 12 ده رقم صغير جدا، فبالتالي عشان هو صغير قوي فهنهمله. يبقى كان ال A2 ايكوال مين؟ ال L نود سكوير، خلي بالك ال L نود سكوير هي الاريا الاصليه، اسف، ال L نود سكوير هي الاريا الايه الاصليه، بلس 2 من L نود سكوير تاني الاريا الاصليه، يعني في دلتا مين؟ في دلتا تي في الالفا، مش كده؟ في مين؟ في الالفا. هدي هنا الناحيه الثانيه، يدي لك حاجه اسمها دلتا اريا، هاته بالماينس، ايه الجديده من الاسئله القديمه؟ يبقى دلتا اريا عباره عن مين بقى؟ 2 الفا في الاريا الاصليه في مين؟ في دلتا تي. عشان عملتها بسرعه لان الاستنتاج ده مش علينا، مش علينا، عايزك بس تقتنع ان انا هنا في الدلتا ايه بحط 2 ايه؟ 2 الفا. طيب تعالى نرص القانونين تحت بعض. والله هو لو لينير اكسبانجن، لو لينير اكسبانجن هيبقى القانون ايه؟ الزياده في الطول ايكوال الفا ال زيرو في مين؟ في دلتا تي. طب لو اريا اكسبانجن، اريا اكسبانجن يبقى زياده في الاريا ايكوال ايه؟ 2 من الفا في الاريا الاصليه برضه في مين؟ في دلتا، بقت 2 الفا بدل الفا. طب لو فوليوم اكسبانجن بقى، حجم، عايزك انت بقى اللي تقول يعني ايه حجم؟ يعني محتاج دلتا في، يعني ايه؟ عندي كيوب من الماده مكعب، بص هيطلع مكعب حلو قوي، نوصل دي ونوصلنا دي كده ممكن يجاملنا فيها الراجل، يبقى مكعب اهو، كل ضلع منه طوله الى زيرو، اللينس والويتس والهات. انا مش هستنتجها لكن عايزك تجيبها بالمقارنه، هنا كان 1 الفا، هنا 2 الفا، تبقى هنا كام بالظبط؟ 3 الفا في الفوليوم الاصلي في مين حضرتك؟ في دلتا تي. قال الاكسبانجن بتاع الثلاث حالات لينير اكسبانجن، اريا اكسبانجن، فوليوم اكسبانجن. التمدد الطولي بنسميه لينير، لينير يعني خط كده تمدد طولي، والمساحي اريال اكسبانجن، والحجمي فوليوم اكسبانجن، بس الفرق بحط الفا 2 الفا 3 ايه 3 الفا. تعالوا نرجع بقى للسلايد نشوف احنا سيبنا ايه ولا ما سيبناش ايه. اه الاستنتاج بتاعها اهو طلع في الاخر 2 الفا زي ما قلنا. اه ده سؤال بيقول لك ده كونسبشوال تشيك بوينت، شوف فاهم ولا لا. بيقول لك انا عندي ديسك زي ده كده فاضي من النص وسخنته، يا ترى الفتحه اللي في النص دي، طبعا هو كله هيزيد، الفتحه اللي في النص دي هتزيد ولا تقل في الحجم؟ في ناس تقول لك لا هتقل عشان كله يزيد، في ناس تقول لك لا هتزيد، هي الحقيقه هتزيد. ليه بقى؟ خلي بالك ان في هنا جزيئات، صح ولا غلط؟ طيب الثيرمال اكسبانجن بيعمل ايه في الجزيئات دي؟ بيقربها من بعضها ولا بيبعدها عن بعضها؟ لا، ده الثيرمال اكسبانجن بيخلي سعه الاهتزازه الامبليتود فايبريشن تزيد، فكل الموليكيولز لازم تبعد عن بعضها. تبعد يبقى لازم المساحه دي تزيد. لازم المساحه دي ايه تزيد؟ لانها لو المساحه دي قلت معنى كده ان الجزيئات دي بتقرب من بعضها بتتحشر.
لكن احنا اتفقنا مفيش جزيء هيقرب من التاني لما يسخن، لازم يبعد. فمعنى كده ان دول كده لازم يحصل لهم تباعد، فالاريا دي لازم تزيد. معنى كده كانك خدتها هنا صوره ايمج وعملت لها عمليه تكبير. عمليه ايه؟ تكبير، كبرت الصوره، فكل جزء في الصوره لازم يكبر، حتى الفتحه اللي في النص دي لازم تكبر. بيحصل لها انلارجمنت. يحصل لها انلارجمنت يعني ايه؟ هتزيد في المساحه. ده كان كونسبشوال تشيك بوينت، دي اجابته خلاص فهمناها. وفهمنا هي ليه بتزيد. ده الفوليوم اكسبانجن، بس الاستنتاج مش علينا وانا ما قلتوش اوريدي. يبقى اللي ده الفوليوم الاوراق الاولاني، ده الفوليوم الثاني بعد ما يزيد. يبقى 3 الفا الدلتا في مقدار الزياده في الحجم، 3 الفا في الفي الاصليه في دلتا تي. في الفي الاصليه في مين؟ في دلتا تي. الفي قبل الزياده، سميها في بس او سميها في نود مش مشكله. طيب اذا كانت السوليد بيحصل له تمدد، امال الليكويد بيحصل له ايه؟ الليكويد تعالوا بقى هناخد بس ريست كده صغيره وارجع لكم تاني على طول. هنوقف تسجيل من هنا. طيب يا شباب هنتكلم عن فوليوم اكسبانشن الليكويد. الحقيقه ان الليكويدز زيها زي السوليدز بيحصل لها اكسبانشن برضه، بس احنا عارفين حاجه مهمه قوي. ايه هي؟ ان الليكويد ده ملوش شكل معين. يعني الليكويد has no definite shape. has no definite ايه؟ شيب. تعالى نطلع القلم اللي احنا بنشخبط بيه ده تحت من هنا. راح فين اهو؟ خليك صديق البيئه بقى. فين؟ انا مش عارف الحقيقه. طب نرجع تاني ونفتح طبعا هندسكارد. هندسكارد اللي احنا عملناه ده ان ما ينفعش. بعدين نفتحه تاني كده، نكبره من هنا، نكبره. وبعدين نروح نجيب القلم ما كناش لاقينه ده كده. لقينا القلم، نغير لونه. نغير لونه كده، نغير لونه عادي، دي ازرق حتى. الله اكبر الله اكبر. ده الاذان، التليفون بتاعي مش عارف سامعينه ولا لا. طيب قلنا ان ده ملوش ديفنت شيب، ما اقدرش اقول عليه لينير اكسبانجن. مفيش حاجه اسمها لينير اكسبانجن في الـ في الـ في الليكويد، لان هو مش على لاين ولا اريا اكسبانجن. هو هيبقى فيه بس فوليوم اكسبانجن. هيبقى فيه بس فوليوم ايه؟ فوليوم اكسبانجن. بس مش هقدر احطه في مكعب واقول 3 الفا زي ما كنت بعمل زمان، ولا اقدر احطه في اي شكل. ما اقدرش. امال هنقول ازاي؟ هنقول ان هو فعلا حجمه بيزيد. انت لو سخنت الميركوري بيتمدد زي في الترمومتر المشهور اللي احنا عارفينه. مع كده الفوليوم بيزيد. كل سائل له كوفيشنت اوف اكسبانشن خاص بيه. الكوفيشنت اكسبانشن مش هنسميه الفا، هنسميه بيتا عشان يفرقوا عن السوليدز. يبقى ده ليكويد. يبقى دلتا في لاي ليكويد عباره عن بيتا في الفوليوم الاصلي بتاع الليكويد في دلتا اي في دلتا دي. البيتا دي لا تساوي 3 الفا، لان هو ملوش الفا اصلا. هو ملوش ثيرمال لينير اكسبانشن، ولا له اريال ايه؟ اريال اكسبانشن. ولا له اريال اكسبانشن. هي دلتا في ايكوال ثابت اسمه بيتا، والبيتا ده هنسميه كوفيشنت اوف ابارنت اكسبانشن، التمدد الظاهري لمين؟ للليكويد. للليكويد. ده قائمه او تيبل جدول الكوفيشنت بيتا دوت. طبعا البيتا برضو الوحده بتاعته تبقى كلفن اس ناقص واحد، نفس اليونت هي، بس اسمه كوفيشنت اوف فوليوم اكسبانشن اوف ليكويد. ادي الايثر طبعا، بس صغير قوي 10 باور نيجاتيف 3. بس الحقيقه هو هنا صغير، بس هو اكبر من بتاع السوليدز. فاكر الجدول بتاع السوليدز؟ في الجدول الاولاني خالص بتاع السوليدز كان كله مضروب في باور نيجاتيف كام يا شباب لو تفتكروا؟ باور نيجاتيف 6. هنا مضروب في باور نيجاتيف 3. يعني هنا البيتا اكبر من الالفا بتاع بتاع السوليد، اكبر منه 1000 مره في الحقيقه. اكبر منه 1000 مره. يعني الليكويد يتمدد اكتر من السوليد، يتمدد اكتر من السوليد 1000 مره. يس. الكحول قد كده. الميركوري بقى اللي هو يهمنا قوي 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 في مين بقى؟ في الثرمومترات. 0.18 في 10 اس ناقص ايه 3. ده البيتا بتاع مين؟ بتاع الكحول، بتاع اسف الميركوري اللي هو الزئبق. يهمنا قوي ده عشان خاطر ده بتاع الثرمومترز. هنا بروبلم بيربط بيها الحاجتين ببعض. بيقول لك كبر فلاسك
اللي هو ده من الـ النحاس، وده الألفا بتاعه. النحاس بيدي الألفا، ده الألفا بتاع 17 تن 10 بار نيجاتيف 6، هو دايما نيجاتيف 6، وجواه حوالي 150 كيوبيك سنتيمتر مليانة من الأوليف أويل، من زيت الزيتون، مليان تو ذا بريم. تو ذا بريم يعني للحافة، للإيه؟ للحافة، مليان لآخره إيه؟ أوليف أويل. أوليف أويل يعني زيت زيتون. التنشر بتاع السيستم زادت من 6 سلسيوس ل 31 سلسيوس، من 6 ل 31. هنا كان 6 سلسيوس، زودناها خليناها هنا كام؟ 31. ايه يبقى الاثنين هيحصل تمدد، وفي الحقيقه ان الاثنين هيتمددوا، يعني النحاس هيتمدد والاوليف اويل هيتمدد. بس لو تفتكروا قلت لك مين بيتمدد اكتر، سائل ولا سوليد؟ لا، السائل يتمدد اكتر، ليكويد. طيب هاو ماتش اويل سبيلز اوت، اللي هيتدلق من الفلاسك قد ايه؟ قد ايه؟ فانت هتحسب حضرتك دلتا في مرتين، مره، معلش، مرتين مش مره واحده، مره تحسب دلتا في للسوليد اللي هو النحاس، صح؟ وبعدين تروح تحسب دلتا في برضو لمين؟ للاوليف اويل اللي هو مين؟ اللي هو السائل، زيت الزيتون. تحسب دلتا في هنا ودلتا في هنا، وتشوف مين هيتمدد اكتر. المعادلات بقى بالقوانين. فلو انت عند الاوليف اويل، لو انت عند ال، اسف، لو انت، نيجي الاول هنا، القانون بتاعها ايه؟ 3 الفا، ها، في الفي الاصليه، سميها في نود او سميها في الاصليه زي ما انت عايز، في دلتا مين؟ في دلتا دي. 3 الفا، فين الالفا؟ الالفا جيفن فوق اهو، بس اضربه في كام حضرتك؟ في 3، عشان ده ليني، لكن القانون بتاع الحجم 3 الفا. في نود فين؟ الفي نود 1 في 2 اللي هو كام؟ 150 سنتيمتر مكعب. يعني حجم الفراغ بتاع النحاس 150 سنتيمتر مكعب، واحنا قلنا الفراغ بيتمدد، فاكرين؟ الفراغ بيتمدد زيه زي الصوت. والفوليوم بتاع زيت الزيتون برضه 150 كيوبيك سنتيمتر، فالفوليوم واحد. هنا بقى مش هنقول 3 الفا، هنقول بيتا، يعني ده سائل. الثابت بتاع السائل اسمه بيتا مش الفا، بيتا في نود برضه في مين؟ في دلتا تي. طب البيتا كام بتاع السائل ده؟ جيفن فوق اهو، صح؟ مظبوط. يبقى 0.68 تايم 10 باور نيجاتيف 3 في الفوليوم الاصلي 150 سنتيمتر مكعب. هنا بقى ممكن نخليها بالسنتيمتر مكعب، ما نحولهاش متر مكعب. ليه؟ لان اللي فوق هنخليها برضه زي ما هي. في دلتا تي بكام؟ ما قلناش دلتا تي على فكره. 31 ناقص 6 مش كده؟ هي دي دلتا تي. يعني دلتا تي دي عباره عن تي فاينل ماينس تي انيشال. تي فاينل كانت كام؟ 31، وتي انيشال كانت كام؟ 6. يبقى عباره عن 31 ناقص 6 يعني كانها 25 سلسيوس. يبقى في 25 سلسيوس. هنا 3 الفا، ادي 3 وادي الالفا 17 فوق اهي، 10 اس ماينس 6 في ال 150 برضو الحجم، في 25 فرق درجات الحراره. شوف ده يطلع كام وده يطلع كام وده يطلع كام. هتلاقي ان لو شفنا بس احنا السولوشن، تعالوا الاول ايه، نخرج عشان ننظف اللي احنا عملناه ده، انا مش عايزه بصراحه دلوقتي. نعمل ديسكارد، ماشي، نعمل ديسكارد ونرجع تاني، ونرجع تاني اهو. يلا ده اللي انا عملته، ادي دلتا في للاويل وحسب الاويل الاول، ماشي. بيتا مش طلعت 2.6 سنتيمتر مكعب. دلتا في للفلاسك اللي هي النحاس، ماده النحاس نفسها هتتمدد. 3 الفا طلعت 19 من 100 سنتيمتر مكعب. يبقى الفرق بينهم كام؟ نطرح ده من ده يدي لك ما المقدار الاوليف اويل اللي هيتمدد، اللي ايه؟ اللي هيتمدد من اللي هيدلق، اسف، اللي هيحصل له سبيلنج اوت، اللي هيدلق. يبقى ما تخليش المساله تخدعك وتحسب التمدد بتاع النحاس بس، لا، لازم تحسب النحاس او الاوليف اويل بس، تحسب الاوليف اويل وتحسب النحاس نفسه. لو كانوا الاثنين بيتمددوا قد بعض ما كانش هيدلق السائل، ما كانش السائل ايه؟ هيدلق. طيب تمام، تعال نشوف اللي بعدها. انا حصل عندي هنا ترجمه مش عارف. طيب ده تطبيق برضو، ان التانك بتاع البنزين مصمم بحيث ان هو يفصل البنزين قبل ما يوصل للبريم، للحافه. لازم يسيب فراغ كده فوق، ما يتمليش كله بنزين، هو مصمم كده يفصل اوتوماتيك قبل ما يوصل للايه، للتوب، قبل ما يوصل للايه، للتوب. ليه؟ عشان خاطر الاكسبانجن، before it reaches the top، عشان خاطر الاكسبانشن بتاع الليكويد مع الحراره. لو هو مشي والدرجه الحراره زادت السائل بيتمدد، فممكن سبيل اوت برضه ينقط، والبنزين خطر طبعا.
واي عربيه بتشوفوه، اي تانك بتشوفوه ماشي في الشارع، عربيه فيها مواد زي المواد الملتهبه والحاجات دي استحاله تكون مليانه توزبيلوت، لازم يسيب فراغ لان الفلويد بيحصل له ايه، بيحصل له اكسبانجن. طب هنا بقول لك حته كويسه، لو السيستم والكود، لو الفلاسك النحاس وجواها الاويل بردناها بقى مش سخناها، لو بردناها هيحصل ايه؟ هيحصل ان الاثنين هيحصل لهم كونتراكشن، هيقلوا في الحجم، لان دلتا تي هتبقى نيجاتيف، يبقى الناتج اللي عندنا اللي كان بالبوزيتيف ده هنا ده وده هيبقى بالنيجاتيف دلوقتي، لان دلتا تي مش هتبقى 25، احنا بردناها تبقى مثلا سالب 25 مرتبه، وده هيبقى بالنيجاتيف برضه. بس مين هيقل؟ الاثنين هيقلوا في الحجم، بس مين هيقل اكتر؟ خلي بالك اللي اتمدد اكتر هيقل برضو اكتر، لان البيتا في الحالتين ما غيرتهاش. هو انا لما دلتا تي بالبوزيتيف ولا يعني بيسخن ولا بيبرد بغير البيتا؟ ما بغيرش البيتا، فاللي ده اداني رقم كبير مع البوزيتيف هيديني رقم كبير مع النيجاتيف برضو. فمعنى كده ان الاوليف اويل ويل شرينك مور ذان الفلاسك اوف كابر. يبقى سطح السائل هيحصل له ايه؟ هينزل ولا يطلع؟ هو مفيش دلق خالص، لكن الحكايه وسعت دلوقتي مش يعني. فسطح السائل هيحصل له ايه؟ هتحصل له شرينكج، بس ده حصل له شرينكج اكتر، حصل له شرينكج، اسف معلش، الاويل فويل حصل له شرينكج اكتر، هما الحجمين قلوا. بالظبط زي ما انت بتقول كده. يبقى نيجي هنا كده اهو، دروب، هيحصل دروب في الاويل فويل ليفل، هيقل سطحه هينزل لتحت. ده كان تدريب او تمرين او شيء من هذا القبيل. هنا بقى الترمومترات، مساله عايزكم انتوا تحلوها، مساله على الترمومتر حقيقيه وواقعيه. احنا ليه اخترنا الزئبق بالذات الاتش جي؟ اخترنا ليه الاتش جي بالذات؟ عشان معامل التمدد بتاعه البيتا ده مناسب جدا للتمبريتشر بتاعه. معامل التمدد بتاعه كام؟ كان 18%، يعني قول لما نحوله كده يبقى 180 في 10 اس ناقص 6، ده البيتا بتاع الميركوري. انا هجيب الترمومتر المثالي بيبقى فيه تقريبا حوالي 1 سنتيمتر مكعب من الزئبق في المستودع بتاع الريزرفوار ده، 1 سنتيمتر مكعب ده الفوليوم ده. يبقى انت هاته، وفي وبعدين التيوب دي اللي فوق دي فين ال 1 سنتيمتر مكعب؟ هنا اهي. تعال نقرا المساله من الاول. لا انا مش عايز اروح، انا عايز اكمل كده. هو 1 سنتيمتر مكعب اهو من الزئبق، التيوب دي الراديوس بتاعها حوالي 1 مللي او 1 من 10 مللي، صغيره جدا جدا طبعا. الفراغ بتاعها هي تبقى ازاز وتخينه وكل حاجه، بس كلها صب، لكن الازاز اللي جوه الفراغ اللي جوه بيبقى فراغ شعري كابيلاري قد شعره الراس كده، يعني شيء لا يذكر. بيبقى الراديوس بتاعه 1 من 10 مللي. اوكي. الالفا بتاع الجلاس نفسه بيتمدد برده كل حاجه، بس الالفا بتاعه حاجه يعني انا عايزك تهملها، هيقول لك اهمله بعد شويه. افرض ان الفوليوم قد كده، وافرض ان التمشر بتزيد 10 درجات مئويه، درجه الحراره زادت بمقدار 10، يعني دلتا تي تساوي 10، دلتا تي تساوي 10، كان مثلا 20 بقت 30. احسب لي دلتا في، يعني الزياده في حجم الميركوري، سهل انك تحسبه دلوقتي، بس هطلب منك حاجه ثانيه. هقول لك ايه؟ افترض ان دلتا في دي في البايركس جلاس الزيرو، افرض ان التمدد في البايركس جلاس نفسه زيرو صفر، اهمله دلوقتي، اهمله، مش عايزك تحسب زي المساله اللي فاتت تحسب التمدد في ده، لا احسب لي التمدد في الميركوري بس، والتمدد في الجلاس تيوب اعتبره صفر، بسهل عليك اعتبره صفر. احسب لي الهايت قد ايه، الارتفاع قد ايه، يعني هيزيد هنا بمقدار قد ايه الدلتا اتش دي لما يتمدد، لما يتمدد طبعا هيطلع فوق في الكابيلاري، انا سايبه يتمدد في الكابيلاري، هو هنا مليان توزابريم، اي تمدد هيزيد لفوق على طول في الكابيلاري. طب مقدار التمدد طلع معاك كذا في الحجم الدلتا في، احسب لي بقى الهايت هيكون قد ايه. هي محلوله، هي محلوله اظن صح ولا مش محلوله؟ استنى كده، مش محلوله. الدلتا في جايب لك بس الفاينل سولوشن، الدلتا في تطلع كذا يبقى الاتش هيطلع كذا. انا عايزكم تحلوها وتشوفوا ده هيطلع معاكم ولا لا. الاتش طلع كام؟ طيب طلع حوالي 5 و7 قول 6 سنتي، والزياده في درجه الحراره كانت كام اصلا؟ كانت 10. يبقى لما ازيد 10 درجات مئويه بيقابلهم كام؟ 6 سنتي. 6 سنتي دي مسافه كبيره جدا للعين، العين تشوفها بوضوح، عشان كده استخدمنا الميركوري. لو احنا حسبنا، لان البيتا مناسبه جدا، لو البيتا كبيره قوي 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 كان ازيد له 60 سنتي. طب وانا اجيب منين انبوبه طولها 60 سنتي واقراها ازاي في مع المريض مثلا، واشيلها ازاي وادخل بيها على المريض ازاي 60 سنتي ولا متر؟ ولو كان هو اقل قوي 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 من كده كان الزياده مش هتبقى 6 سنتي، تبقى 6 مللي، فالعين مش هتشوفها، مش هتلاحظها. لكن هو وسط مناسب جدا،
الميركوري ومفيش سائل غيره ينفع غير الميركوري والسائل الكحول. عايزك تحسبها كده وتشوف النواتج دي تطلع معاك ولا لا. اول قانون سهل عشان اساعدك فيها. اول قانون سهل هتقول معلش هتقول دلتا في ايكوال بيتا في الفي الاصلي في مين دلتا تي. الفي الاصلي كام؟ 1 سنتيمتر مكعب صح؟ صح. خليها بالسنتيمتر مكعب مش مشكله. طيب ودلتا تي كام؟ هو قال لك 10 يبقى 10. والبيتا كام؟ جيفن حاضر هيطلع لك اضربه يطلع لك الرقم ده على طول. امال احسب الهايت ازاي؟ هي دي النقطه بقى. تحسب الهايت ازاي؟ خلي بالك ان التيوب الرفيعه اللي فوق دي هي اللي هيطلع فيها هذا الحجم صح؟ وخلي بالك ان التيوب دي عباره عن سلندر صح ولا لا؟ ليها طول هنسميه دلتا اتش اللي احنا مش عارفينه مش كده؟ وليها راديوس مش كده اللي هو فين؟ هو مدولك مش مدولك اهو. يلا يا معلم حلو وقول لي هيطلع معاك الاتش ده ولا مش هيطلع. تمام يا شباب. ودي مسألة تانية. الفوليوم اوف ليكويد 20 سنتي عند 20 درجة مئوية كان 100 سنتيمتر مكعب. ال 100 سنتي دي الفوليوم الأصلي اللي أنت تسميه في نود ولا تسميه زي ما تسميه في زيرو. لو سخنت هيتد لغاية 100 وهي كانت عند 20 أهو والفوليوم بقى 125 يعني زاد من 100 أهو ده مدي لك كل حاجة. الفوليوم زاد من 100 بقى كام؟ 125 يعني دي الفي فاينل ودي الفي إيه؟ انيشال اللي ممكن منهم تحسب مين يا باشا دلتا في اللي هي عباره عن في فاينل ماينس في انيشال. انا ساعدتك اهو. طيب ودلتا تي بكام؟ كانت فاينل 100 وانيشال 20 يعني دلتا تي ب 80 سلسس. احسب لي مين بقى؟ المره دي المجهول هو البيتا حضرتك. المجهول هو مين؟ هو البيتا. فلك احسب لي البيتا تطلع كام؟ يلا نفس القانون بس الانون هو البيتا. وشوف لي اوكي كملوها مع نفسكم. دي تطبيقات في طب الاسنان بس انا مش هشرحها لان انا مش عليكم هنسيبنا منها يعني. اللي عايز يقراها فور فن يقراها بنفسه. اوكي هنقف هنا عند سبيشال بروبرتيز اوف ووتر. كفايه عليكم كده في المحاضره دي. كفايه عليكم كده ونكمل ان شاء الله في المحاضره الفيس تو فيس. الاسبوع اللي جاي عندنا كويز. اوه الاسبوع اللي جاي كويز والاسبوع اللي بعده فيس تو اونلاين. يبقى هنكمل دي اونلاين برضه. هنكملها اونلاين. الجزء ده شرحته ده مش داخل في كويز 1. ونشوفكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي في الكويز في معامل الاي تي. شكرا والسلام عليكم. اعمل ديسكورد عشان الشخبطه ما تطلعش.